مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الساحة الرياضية المحلية أو أيضا الساحة الرياضية العالمية، وبالتحديد فيما يتعلق بآخر أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة في الجزء الثاني الأستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريدة الشروق، وهنستفيد في الحديث عن كل الملفات. قبل ما نتكلم نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. فايلر يضع خطة مواجهة فترة التوقف. برنامج تأهيلي لمروان وجلسات علاج طبيعي للسلية. تطور إيجابي في إصابة صلاح ومشاركته أمام يونايتد واردة. واعتزال نجم رفع الأثقال محمد إيهاب. دايما بحب ابتدي باخبار النادي الاهلي لان ده الشيء اللي بيهمنا في الحقيقه، وخصوصا الفتره الحاليه هي فتره توقف، وبالتالي فتره التوقف دي بتبقى مليئه بالاستعدادات المختلفه والمناسبه لمرحله غايه في الاهميه مقبله بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، وهي مرحله استكمال المسيره المميزه حتى الان من قبل مستر فايلر ولاعبي النادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. المرحله المقبله هتبتدي بمباراه غايه في الاهميه ومباراه غايه في الصعوبه، وهي مباراه نادي الزمالك في الاسبوع الرابع من بطولة الدوري العام. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيتصدر البطولة من البداية كده بدري برصيد 9 نقاط، وبيليه في الترتيب كل من بيراميدز والزمالك برصيد 7 نقاط. بالتالي الاستعدادات هتكون مهمة جدا، مش عايز اقول ان هي هتكون استعدادات مختلفة لان هي مباراة زيها زي اي مباراة، طبعا تبقى مباراة قمة ومباراة قوية جدا ما بين 2 كبار جدا وكبار الكرة المصرية، الاهلي والزمالك، لكن النادي الاهلي في كل الأحوال بيستعد بالأسلوب المعتاد الخاص بيه لمواجهة أي منافس، لكن المباراة دي هتكون مختلفة لأن النادي الأهلي بيسعى من خلالها أن هو يوسع الفارق ل5 نقاط مبكرا علشان يبقى في أريحية مع استكمال بطولة الدوري، مش عايزين نعاني نفس المعاناة اللي عانيناها الموسم الماضي، وكانت ظروف مختلفة كلنا عشناها وشفناها فيما يتعلق بمسابقة بطولة الدوري وفيما يتعلق ببعض الأسباب الخارجية اللي أثرت على مسيرة الفريق في البدايات، لكن النادي الأهلي قدر إن هو في النهايات كالعادة يقدر يحسم بطولة الدوري رقم 41. إن شاء الله النادي الأهلي يكون في مشواره وفي طريقه الصحيح كالعادة لحسم البطولة رقم 42 في تاريخه بالتحديد من حيث بطولات الدوري العام. بالتالي الفريق بيواصل استعداداته النهاردة من خلال المران، ابتدى في تمام الساعة 5 مساء. احنا عارفين ان في بعض اللاعبين بيغيبوا، وهم عدد مش قليل بالمناسبة، بيغيبوا عن تدريبات الفريق بسبب تواجدهم مع المنتخبات المختلفة، سواء علي معلول مع منتخب تونس، جيرالدو المفروض ان هو سافر خلاص مع منتخب انجولا، اليو ديانج المفروض خلاص ايضا ان هو متواجد مع المنتخب المالي الاولمبي، بالاضافه طبعا لعناصر منتخبنا الوطني الاول واللي بيتمثلوا في حوالي 6 عناصر بعد اصابه عمرو السوليه اللي هو خلاص تم استبعاده من معسكر المنتخب، وايضا عناصر المنتخب الاولمبي واللي بيتمثلوا في عدد 4 لاعبين. فبالتالي في نقص عددي شويه في تدريبات النادي الاهلي، لكن تبقى تدريبات غايه في الاهميه لبعض اللاعبين المهمين جدا واللي بيعانوا من اصابات مختلفه او عادوا خلاص من هذه الاصابات، بالتحديد فيما يتعلق بنجم الفريق سعد سمير وايضا من نجم الفريق محمد محمود، وعودتهم اكيد هتكون اضافه قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله الهامه المقبله، علشان الاثنين في الحقيقه عندهم او بيمثلوا قوه ضاربه بالنسبه للنادي الاهلي، سواء في خط الدفاع بالنسبه لسعد سمير او في وسط الملعب بالنسبه لمحمد محمود. فبالتالي الفتره اللي جايه دي او الحاليه بالتحديد
هتكون مهمه للاثنين اللعيبه دول، علشان هيكون في مباراه وديه ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، ممكن يتم تجربتهم في هذه المباراه طبقا لحالتهم البدنيه والفنيه، ومستر بايلر يقف على مستوياتهم، بالاضافه ايضا لبعض التدريبات الخاصه للمصابين سواء عمرو السوليه سواء مروان محسن، فكلها امور اكيد اكيد مهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. عشان نقرب من المشهد بشكل اكبر، خلينا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان ورئيس القناه الاهلي والمتواجد في استاد مختار التتش بالجزيره. يا شريف مساء الخير عليك. تخيلك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، طمنا الاخبار عندك ايه؟ خليني اقول لك ان التمرين بدا في الخامسه مساء، يمكن تحت شعار تدريب بدني خالص، يمكن تدريب بدني النهارده مستر فايلر وباقي الجهاز كان حريص يكون اليوم تدريب بدني فقط، قسم المجموعه اللي موجوده على مجموعتين، مجموعه ادي التدريب بدني، كل مجموعه ادي التدريب بدني الاول حوالي نصف ساعه، وبعد كده راح اقسم الفرقه المجموعتين مجموعه بتعمل تدريب بدني، ودخل في وسط هذه التمرين البدني ايضا تخصص على الجول، هيبقى التمرين كان مركب بدني وتخصص على الجول لكيفيه انهاء الهجمه، والمجموعه الثانيه دخلت الجيم، وبعد نصف ساعه المجموعه اللي خلصت التدريب البدني والتخصصي دخلت الجيم، واللي كان في الجيم دلوقتي بيجري اخر يمكن وحده التدريب البدني بجانب التخصص على الجول. النهارده مستر فايلر بيحاول يحافظ طبعا على المخزون البدني اللي كان مبني في فتره الاعداد في اول الموسم، الراجل بيحاول يحافظ على هذا المخزون ويزوده اكثر كمان في فتره التوقف، علشان خاطر المجموعه اللي هي بعيده عن المجموعه الدوليه تكون تجاري المجموعه المحترفه طبعا في منتخب مصر الاول، اول منتخب الاولمبي، علشان باذن الله يوم 19 يكون القائمه كلها جاهزه لمباراه الزمالك، ويختار براحته بقى التشكيل اللي ممكن يبدا بيه. عاوز اطمنك ان انا يعني نمسك الخشب ما شاء الله، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمد محمود لافت النظر في التمرين، لفت نظر الراجل اللي كان معاه كتير، يبدو ان الراجل بدا يقتنع بقدرات محمد محمود، لفت نظر وعمل حاله في التمرين، حاله كويسه جدا جدا جدا، يا رب باذن الله يسلمه من كل اصاباته، ويسلم النادي الاهلي من كل اصاباته، وتكمل على خير. المستوى البدني بتاع فريق النادي الاهلي مطمئن الى الغايه، فيا رب باذن الله تكمل على خير، ويكون الفتره القادمه للنادي الاهلي كلها انتصارات انتصارات انتصارات. زميل الامير معاك اتفضل. فيما يتعلق بعمرو السوليه، هل هو متواجد دلوقتي في التمرين او بالتحديد في البرامج العلاجيه الخاصه به في النادي الاهلي، ولا لسه هيجي سواء النهارده او بكره، ولا الامور بالنسبه له ماشيه ازاي يعني؟ عمرو السوليه النهارده من الساعه 10 الصبح كان موجود في النادي وشغال برنامج المستشفى علشان يرجع مره اخرى في الملاعب، يمكن كان عنده ورم، الورم بدا خلاص يتلاشى، بعد تلاشي الورم على طول هيبدا ينزل يعمل التدريبات البدنيه باذن الله. طمنا بمطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله عمرو السوليه هيكون متواجد في المباراه المقبله. محمود متولي ايضا شغال بقى له رابع يوم في برنامجه التاهيلي، كريم نفت ايضا شغال خلاص في المراحل الاخيره، مروان محسن ايضا كمان بدا في برنامج التاهيلي، يمكن الاصابات الحمد لله نتكلم في اقل من شهر باذن الله، وما يكونش عندنا اصابات باذن الله في الفريق ان شاء الله باذن الله. طيب فيما يتعلق بعدد اللاعبين في المران قدامك دلوقتي يا شريف، حوالي كام لاعب بيتمرن في النادي الاهلي، خصوصا في ظل العدد الكبير في المنتخبات المختلفه؟ بالتحديد حوالي 17 لاعب غير الحراس، تتكلم في العرب بدري ومنعم السيرت باك، يعني تتكلم في حوالي 15 لاعب الكبار يعني، واثنين ناشئين غير الحراس، احمد طارق وشريف اكرامي وعلي لطفي، بيأدوا تمرينه مع مدرب حراس تمرينه ولا اروع ولا اجمل، ثلاثه بيثبتوا جدارتهم في تدريب الحراس، يمكن مستر فايلر حريص يعني الان يتكلم مع شريف اكرامي وعلي لطفي في التمرين، يتكلم معاهم في تمرين تخصصي، لان الاثنين بيقفوا على حده، يمكن واحد يقف شويه والاثنين يقف شويه، فعلى طول فايلر تعليماته مستمره لعلي لطفي ولشريف اكرامي. طيب تمام، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. شريف شعبان مراسلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا اخبار مران الفريق النهارده في اطار الاستعداد المبكر جدا بالنسبه للنادي الاهلي لمباراه نادي الزمالك باذن الله يوم 19، يعني يوم السبت اللي بعد الجاي، مباراه هتكون مهمه وقويه جدا على استاد القاهره الدولي، اخيرا هتعود المباريات على هذا الملعب اللي اكيد جمهور الكره المصريه بشكل عام بيبقى منتظر
مباريات الاهلي والزمالك في ملعب استاد القاهره، لان بيبقى شيء مميز وبتفرق في الحقيقه بشكل كبير جدا، خصوصا ارضيه الملعب دلوقتي في استاد القاهره بقت مميزه، في المقابل استاد الجيش برج العرب ارضيته سيئه جدا للاسف الشديد. لكن في كل الاحوال نتمنى النادي الاهلي يستعد بالشكل الامثل لهذه المرحله بشكل كامل، مرحله هتكون مهمه. من ضمن الامور كمان اللي احنا بنترقبها خلال 24 ساعه قادمه وهي قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، والمفروض ان شاء الله باذن الله القرعه هتكون بكره ويتم تحديد المجموعه الخاصه بكل الفرق او المجاميع المختلفه. بالتحديد احنا عايزين نعرف مجموعتنا هتكون الامور ماشيه ازاي، خصوصا في ظل التركيز الكبير جدا جدا من قبل النادي الاهلي اللي بيتمثل في المسؤولين في جهاز فني في لاعبين وايضا قبليهم جمهور النادي الاهلي اللي بينتظر بفارغ الصبر الفوز بهذا اللقب الغالي الغائب من 2013. فترة كبيرة، عدد سنوات بالنسبة لنا كجمهور للنادي الأهلي بتبقى كتيرة شوية، مش متعودين على كده، فبالتالي مهم قوي بإذن الله استعادة هذا اللقب الضال عن دولاب بطولات النادي الأهلي خلال هذا الموسم، وإن شاء الله بإذن الله الفرحة الكبرى تبقى من خلال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فهيكون في ترقب طبعا للقرعة غدا. بشكل عام الأمور ماشية في الطريق الصحيح بالنسبة للنادي الأهلي، وزي ما قلت لحضراتكم عودة بعض العناصر سواء سعد سمير أو محمد محمود هتكون مهمة جدا، بالإضافة عمرو السولية كمان بإذن الله يعود قريبا وبإذن الله ممكن يلحق مباراة الزمالك، أيضا محمود متولي من العناصر المميزة جدا وإن شاء الله يعود قريبا، ووارد إن هو يكون متواجد في حسابات مباراة الزمالك، مش عايز أقول كأساسي لكن ممكن يكون في الحسابات لهذه المباراة. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. من ضمن الامور اللي عايزين نتكلم فيها النهارده 8 اكتوبر ذكرى تاهل مصر لكاس العالم، ذكرى مهمه جدا. احنا من سنتين بالظبط في 8 اكتوبر 2017 اخيرا مصر وصلت كاس العالم، كاس العالم روسيا 2018 بعد مباراه الكونغو، طبعا كلنا فاكرين كواليسها بالظبط وكلنا عشناها لحظه بلحظه، وكانت مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لان هي كانت مؤهله بعد غياب 28 سنه عن المشاركه في كاس العالم، وكنا تقريبا فقدنا الامل ان احنا نوصل للبطوله دي، اخيرا وصلنا لها من خلال مباراه الكونغو وهدفي محمد صلاح نجمنا المصري المتالق دائما، وكواليس كانت كتيره بالتحديد مع نهايه هذه المباراه لما الكونغو تعادلت معانا. احنا تقدمنا طبعا بهدف محمد صلاح في الاول، وبعد كده الكونغو تعادلت معانا في الدقيقه تقريبا 87، فالامل تقريبا المصريين كلهم فقدوه وقالوا ان العقده مستمره، لكن جه محمد صلاح بضربه جزاء قدر تريزيجيه ان هو يحصل عليها، وقدر محمد صلاح انه يسجلها عشان تتاهل مصر لبطوله كاس العالم. نتمنى ان ما تكونش اخر بطوله نوصل لها في الفتره اللي جايه، يعني احنا عايزين نوصل دايما لكاس العالم، عايزين ده يبقى هدف بالنسبه لنا اساسي ومتواجد عند الجهاز الفني منتخب مصر عند اللاعبين دايما، ان احنا موضوع ان نوصل كاس العالم ده يبقى موضوع ما فيش نقاش عليه. وايضا الفوز ببطوله الامم الافريقيه ده بيبقى شيء مهم جدا كمان بالنسبه للشعب المصري، فان شاء الله تحديات كمان كلها مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر مع كابتن حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنه، وان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا كل طموحات الشعب المصري. لكن هي في العموم ذكرى مهمه جدا، ودي اهداف طبعا المباراه، مباراه مصر والكونغو، ودي اخر لحظه والكوره اللي حصل عليها تريزيجيه كضربه جزاء وحاله من السعاده الغامره اللي ما كلنا ما كناش مصدقين نفسنا بعد هذا السيناريو الصعب والمؤلم، ولما كناش بصراحه كسبنا المباراه دي كان عمرنا ما هنصعد كاس عالم، لان ما كانش في فرصه احسن من كده ان احنا نوصل كاس العالم، هذا المحفل الاكبر بكل تاكيد. فبالتالي كان يوم مهم وعظيم جدا جدا بالنسبه للشعب المصري، تخيلوا في وجود حوالي 80,000 متفرج في استاد الجيش في برج العرب وما كناش وصلنا كاس العالم، كان السيناريو هيبقى صعب قوي، كان الموضوع هيبقى مؤلم جدا في الحقيقه لكل المصريين، ما كناش هننام يوميها يعني. لكن الحمد لله ان الكره دي حصلت، تريزيجيه طبعا نجم كبير من نجوم مصر، واعتقد ابرز اللاعبين اللي ساهموا فعلا في تاهل مصر لكاس العالم بجانب محمد صلاح، وفي الحقيقه اللعيبه كلها لان المشوار كان طويل، وكان معانا في المجموعه اوغندا وغانا والكونغو، وقدرنا ان احنا
نصعد في الآخر بهذا الهدف لنجمنا المصري محمد صلاح اللي هيفضل موجود في تاريخ وعقول كل المصريين، خصوصا بعد التأهل بعد غياب كبير جدا عن هذا المحفل العالمي. ودي اللحظة اللي كلنا كنا مستنيينها، وإن شاء الله تتكرر مرارا وتكرارا خلال الفترة اللي جاية وخلال كل بطولة كأس عالم بإذن الله. كان لازم نفكر حضراتكم بحدث سعيد زي ده، وإن شاء الله ما يكونش آخر حدث سعيد بالنسبة للمصريين خلال الفترة اللي جاية. نخش في أبرز الأخبار اللي اتكتبت عن النادي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع كده مع بعض ونعلق عليها، يلا بينا. الأخبار المسائي: الأهلي يضع برنامج التوقف ودية الأسبوع المقبل وتأهيل بدني خاص، وفايلر يؤجل الأجازة. فيتو: فايلر يحسم التعاقد مع خليفة محمد صلاح، صالح جمعة يبحث عن عرض احتراف، السويسري غير راضي عن أداء مهاجمي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الجهاز الطبي يكشف تفاصيل البرنامج العلاجي والتأهيلي لمروان محسن. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: جلسات علاج طبيعي لعمرو السليه. جريدة الأخبار: احتفالية كبرى لتسليم درع الدوري للأهلي، عبد الحفيظ: الأهلي واثق، الخطى يمشي ملكا. التحرير: بعد البداية المثالية فايلر كسر عقدة الأهلي الإفريقية وعادل رقم جوزيه وجاريدو وكارتيرون. طيب كالعادة في بعض الأخبار لازم نعلق عليها ونوضحها لجمهور النادي الأهلي الكبير في كل مكان. نبتدي بالأخبار المسائي واللي بتتكلم عن النادي الأهلي النهاردة، بتقول إن الأهلي يضع برنامج التوقف، وإحنا عارفين واتكلمنا مع حضراتكم وشرحنا لحضراتكم الأمور ماشية إزاي، إن الفترة الحالية فترة توقف دولي بسبب الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات، فبالتالي في برنامج إعدادي خاص لفريق النادي الأهلي خلال الفترة الحالية استعدادا لما هو قادم من تحديات مهمة، وإن البرنامج ده بيتمثل في بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الفنية، وزي ما قال لنا الشيف من شوية كده إن النهاردة كان في تدريبات بدنية قوية وشاقة جدا، بالإضافة لما أخرى من اللاعبين كان ليهم بعض التدريبات الخاصة على المرمى وكيفية إنهاء الهجمات، وده شيء مهم. وعلى فكرة بالمناسبة موضوع إن كيفية إنهاء الهجمات والتركيز على الجزئية دي بالتحديد بيدل على إن مستر فايلر شايف إن رغم الغزارة التهديفية خلال المباريات الستة السابقة لمستر فايلر مع النادي الأهلي واللاعبين، إلا أنه شايف أن احنا بنضيع بعض الفرص فبيحاول يعالج هذه الجزئية. ممكن مدير فني آخر يقول لك يعني جاي 19 جول لحد دلوقتي، ووارد أن الكرة تدخل جول وما تدخلش جول وفرص تيجي وتضيع وكلام من ده، فمركز على الموضوع ده قوي، لكن واضح جدا جدا أن مستر فايلر مركز في كل كبيرة وصغيرة خلال الفترة الحالية، وإن شاء الله الفترة تكون طويلة ليه مع النادي الأهلي بإذن الله، مزيد من التألق والتقدم والتطور إن شاء الله. ودية الأسبوع المقبل دي مباراة هتكون يوم الاثنين اللي جاي، بالمناسبة المباراة الودية هتكون مع فريق قوي مش فريق درجة ثانية ودرجة ثالثة وكلام من ده، مطلوب من الجهاز الفني إن يكون في مباراة ودية مع فريق قوي، ومش شرط تكون في التتش، ممكن تبقى بره النادي. وتأهيل بدني خاص وفايلر يؤجل الأجازة، وده اتكلمنا فيه امبارح وأول فيما يتعلق بموضوع الأجازة بعد مباراة أسوان. نروح لفيتو، وفيتو بتتكلم في الحقيقة في عدد من الأمور المهمة، وبيقولوا إيه؟ بيقولوا إن فايلر يحسم التعاقد مع خليفة محمد صلاح، قصدهم على طاهر محمد طاهر. البعض بيسأل يعني هو طاهر أصلا موجود في خطط النادي الأهلي؟ ممكن إن هو يكون موجود في خطط النادي الأهلي. هل توقيت التعاقد معاه مرتبط بشهر يناير القادم؟ مش شرط خالص إن هو يكون مرتبط بشهر يناير القادم. ليه مش شرط؟ لأن كله بيتوقف على رؤية المدير الفني. المدير الفني هو اللي هيحدد هو محتاج طاهر ولا مش محتاج طاهر، أو محتاج غير طاهر محمد طاهر، يعني أي لعيب تاني. فكل الأمور دي بيتم دراستها في التوقيت المناسب لهذه الدراسة، وممكن البعض يكون شايف إن التوقيت ده عشان فيه توقف فالبعض يتكلم في هذه الأمور، لكن لسه يا جماعة شوية، لأن مستر فايلر ما ألمش بنسبة 100% بقدرات لاعبي النادي الأهلي بالتحديد في خط الهجوم، والأمور هتتضح بشكل أكبر
خلال الفتره اللي جايه. طب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع الدكتور طه اسماعيل نجم النادي الاهلي السابق والمحلل الكبير جدا. يا دكتور طه مساء الخير على حضرتك. ده صوتك واطي قوي، ما ينفعش كده، مش هسمعه كويس. سامعني كده كويس يا دكتور؟ لا لا صوته واطي. طب يا ريت يا جماعه نعود الاتصال بدكتور طه اسماعيل عشان يسمعنا بالشكل كويس، وفرصه ان يكون معنا طبعا قيمه كبيره في كره القدم زي الدكتور طه اسماعيل عشان نتكلم معاه في رؤيته الفنيه والتحليليه لمسيره النادي الاهلي حتى الان تحت قياده مستر رينيه فايلر المدير الفني الجديد، وخصوصا ان الكابتن طه اسماعيل هو رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي السابق واللي كان ليه دور كبير جدا في التعاقد مع هذا المدير الفني المميز. هنحاول نعود الاتصال بدكتور طه اسماعيل. عايز ارجع لخبر فيتو لحد ما يرجع لنا الدكتور ونكمل الخبر. علقنا على جزئيه طاهر محمد طاهر ان الموضوع ده لسه سابق لاوانه وهنشوف الامور. طيب رجع لنا الدكتور طه اسماعيل. سامعني كده يا دكتور؟ انا هحاول اسمعه وهرد عليه بس انا مش ضامن ان انا فاهم. طيب انا معلي صوتي، انا معلي صوتي والله هو على الاخر. انا برحب طبعا بحضرتك. معلش صوتك بس بقى عندكم بقى في مشكله لازم في السؤال ولا في هنحاول نحلها دلوقتي. اهلا بحضرتك وبرحب بحضرتك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين نستفيض في التحليل الخاص بفريق النادي الاهلي بالتحديد بعد المرحله الاولى يا دكتور طه لمستر فايلر مع النادي الاهلي، ورؤيتك التحليليه للست مباريات بشكل كامل لمستر فايلر مع النادي الاهلي وابرز مميزات الفريق تحت قياده المدير الفني السويسري. شوف انا بس احب اقول حاجه في الاول. اتفضل. يعني رغم ان كان ليا شرف الاشتراك في اختياره. طبعا. الو؟ اتفضل سامع حضرتك. انا ما اعرفش في صوت انا سامعك، سامع حضرتك، اتفضل. يعني انا شايف يعني مش عارف يعني انا ما بحبش لهجه المبالغه. هو الراجل بدايه مطمئنه وجيده. انما احنا البلد عندنا بنبالغ في كل حاجه. يا اما في الاشاده يا اما في النقد والقذف. عايزين الكلام المعقول. البدايه بدايه طيبه ومبشره. ويعني ده برضو اللي احنا توسمناه من الراجل. خلال المباريات اللي لعبها النادي الاهلي. طبعا انا ما بنسبش كل ما حدث لي هو فقط، ولكن اللعيبه ايضا بيلعبوا كمان. فهو الحقيقه اعطى حريه للعيبه بشكل كبير جدا. حريه في اللعب. والحريه دي شيء مهم جدا، يبقى في ديناميكيه في الاداء وفي موبيليتي اللي هي المرونه في تغيير المحلات واللعب من الحركه. ودي يعني افادت الفريق افاده كبيره، خاصه هناك لاعبين على مستوى عالي جدا من المهارات زي رمضان، زي حسين الشحات، زي عجايير، أفشا، زي معلول والاخرين، يعني مستواهم الحقيقه على مستوى عالي جدا. فطبعا مع التكتيك اللي فيه الحريه والمرونه في تغيير المحلات والاداء من الحركه اثمرت ان عدد كبير من اللعيبه بتسجل. كويس. بعد ما كان الفريق بيستنى ازارو انه يسجل، ولو ما سجلش يبقى في مشكله. الان بنجد اللعيبه كلها رمضان مسجل 3 اهداف على ما اعتقد. ولما تشوفهم هتلاقيه ان هو مسجلهم من مكان غير الجناح الشمالي اللي هو بيلعب فيه. صح. وهتلاقي حسين الشحات مسجل برضو عدد من الاهداف، برضو مسجلها من اماكن من العمق، ما هياش من مكانه في الناحيه اليمين. اجايه نفس الشيء، فده مدلول على ان هناك ديناميكيه في الاداء ولا مركزيه في الحركه بالنسبه للاعبين، ولكن في ظل توازن في الانتشار. يعني بيظل الانتشار متوازن مهما كان رمضان بقى في اليمين، شحات بقى في الشمال، في العمق وكذا، لكن الانتشار بيبقى متوازن في الملعب بحيث كل الاماكن بتبقى مشغوله بلاعبين. دي اهم حركه او اهم حاجه بانت، اضف لها السعاده وانت بتلعب. كويس. انا لعيب كوره وعارف. في اوقات احس ان انا مش عايز الماتش يخلص. وده احساس اللعيب في النادي الاهلي لو كان في ماتش زي ماتش الانتاج ال 4-0 او الماتش بتاع الاخراني اسوان 5-1 او حتى ماتش الزمالك اللي هو يعني حصل فيه مشاكل في نهايه المباراه باصابه الاثنين سنتر باك. لكن اللعيبه بتلعب وهي سعيده ومبسوطه. مش عايزه تخرج من الملعب، مش عايزه المباراه تخلص.
كويس. عكس ما بيبقى الاداء مفركش مش مظبوط، مفيش التزام، مفيش انتظام، مفيش تماسك، مفيش استحواذ جيد، مفيش تحركات جيده، بيبقى اللعيبه حتى بتلعب وهي مش سعيده ومش مبسوطه، وده بيأثر على الروح المعنويه في الاداء. فاللي انا شايفه دي من ضمن اهم الحاجات او اهم الظواهر اللي الفريق يعني تسلح بيها. وعشان كده يمكن في ما عدا مباراه واحده وهي مباراه سموحه اللي سجل فيها النادي الاهلي هدف واحد، لكن جميع المباريات سجل فيها على الاقل هدفين، في مباراه افريقيا الاولانيه واربعه في الثانيه واربعه في الانتاج وخمسه في اسوان وثلاثه على الزمالك. يعني في سكور وفي شكل هجومي جيد وفي تحركات من الاجناب بشكل كويس. كويس. جمل محفوظه وابتدت اللعيبه تعملها بشكل كويس. رمضان بيدخل للداخل، بيطلع معلول في الحته الشمال، بيطلع عدله، بيعمل اوفرلاب، بيعمل عرضيه. والشيء برضو العجيب انك بتجد كابل يعني زوج زي دول بالظبط. يعني في مباراه اعتقد الفريق الافريقي المباراه الثانيه شفنا حسين الشحات في الجناح الشمال بيدخل للداخل، بيطلع اسمه ايه محمود وحيد الباك شمال، بتتلعب له بيعمل الاوفر برجله الشمال بشكل كويس، بيسجل منها اجاييه. يعني دول زوج زي رمضان ومعلول. بالظبط، نفس الاثنين عملوا نفس الشيء في الحته الشمال. دليل على انك انت عندك اوبشنز جيده وعندك مجموعات تقدر تنفذ بنفس الشكل لكن بلعيبه مختلفه. فتحي في الناحيه اليمين من احسن المباريات اللي بيعملها هو محمد هاني، السوالف اللي بيعملها فتحي بشكل جميل جدا، العرضيات اللي بيعملها في الناحيه اليمين. اجاي حاله جيده جدا كابتن حربه، ما هوش تقليدي لكن بيسقط بيستقبل بيطلع الناس معاه بمحطه بشكل جيد وبيسجل في نفس الوقت. فاصبح بيضيف الى نص الملعب بشكل كويس بدل ما تلعب براس حربه محطوط قدام ومالوش دخل في الشغل في نص الملعب، لا هو بينزل في بعض الاحيان في نص الملعب ينقل مع الناس، وبعد كده ساعه ما الكره بتتطور بقى في الجنب اليمين او في الشمال عشان تعمل اوفر او كذا بتلاقيه داخل ال 18. بدائل موجوده، يعني بينزل وليد محل قفشه ويسجل، بينزل في نص الملعب اذا كان بيلعب حمدي فتحي رائع جدا وبيكمل في الهجمات، سجل هدف راسه جميل جدا في مباراه اسوان، وقبل كده برضه كان بيسجل في كرات الثابته اللي بتتلعب على ال 18 وبيدخل بيسجل منها. السوليه ماشي بشكل كويس ربنا يشفيه ان شاء الله. ان شاء الله. السنتر باكس ما عادش مشكله، يعني لان عندك جاهز ياسر وعندك ربيعه وعندك ايمن اشرف وعندك يعني عدد من اللعيبه في المكان دوت اصبح مشغول. كان في مشكله في بعض الاحيان من اصابات سعد سمير ورضيع رجع كمان بقى عدد كويس. الحقيقه الفرقه بقت ما شاء الله غنيه باللعيبه، ولذلك في مباريات هو برضه عمل من ضمن الحاجات الكويسه في بدايه شغله. عمل تغييرات كتير، يعني في ماتشات يغير 3-4 بيغير 4-4 بالظبط. هو والاداء هو نفس الفرقه بتقدم نفس الاداء. هي دي فلسفه. الناس بتقول ان ده تيرن اوفر او يعني تدوير في اللعيبه، اللعيبه لسه في اول الموسم، يعني مش حد تعبان عشان عم تدوير. لكن هو استكشف اللعيبه كلها من خلال المباريات، مش ما اعتمدش على التمرين بس، ولذلك عطى فرصه للكل الان. الحاجه الثانيه ان هو النهارده اصبح عنده سكواد، يعني فريق مكون من مثلا 22 او 23 لعيب كلهم اي 11 منهم هينزلوا هيأدوا بالشكل المطلوب بقى اصبح. وبعدين ايه؟ بدون غضاضه، مفيش حد بقى قاعد متضايق ولا ده انا اساسي ما بلعبش او ده كذا. الكل حاسس ان هو له فرص متكافئه، والفريق اصبح القاعده بتاعته كبيره جدا وليس 12 او 13 لعيب فقط اللي هم بيلعبوا، لا دلوقتي بيلعب ال 20 لعيب بيلعبوا. فبرضه دي نقطه مهمه علاوه على تغيير المنتاليتي بتاع اللعيبه، يعني العقليه اللعيبه، العقليه اللي كانت واخده على ان انا اساسي ما اقعدش، او ان انا لو قعدت ابقى زعلان، او فلان انا بقى لي ماتشين ما بلعبش او كذا او لعبت في غير محلي، هو بيلغي هذه النقطه بحيث اللعيبه كلها تبقى طيعه. طيعه يعني ايه؟ يعني بيلعب هو بقى حسب طريقه اللعب اللي عايز يلعب بيها، بيلعب اللي بيلعبه وبيقعد اللي بيقعده، مفيش تضرر، مفيش واحد قاعد متضايق، لكن
ما بيقعدش ما بيسيبش حد بره كتير. اثنين ثلاثه لا، على طول اذا قعد بالظبط المره الثانيه بيقعد، قعد مرتين يبقى المره الثالثه بيلعب وهكذا. ودي مهمه جدا على انك انت لما ترجع للعيب اللي بقاله ماتشين ما بيلعبش ترجع بالمعنويه كويسه، لانه عارف ان هو له دور على طول عكس فرق ثانيه. انسى لعيب مثلا ثلاث اربع مباريات تيجي تلاقيه بعد كده تلاقي معنوياته ما حطمه وانت بتنزله ما بيأديش ما بيقل، واخد بالك؟ فدي برضه تغيير في عقليه اللعيبه شكلها كويس. بالظبط. انا بس بضيف حاجه مهمه جدا. اتفضل اتفضل. مفيش داعي ان احنا نبالغ في قدرات الراجل المبالغه اللي بحطه في السماء. صح صح. هو مدرب زي اي مدرب. عنده امكانيات جيده وعنده لعيبه كويسين. انا ممكن يجي يوم في الايام ما يبقاش عنده حظ. بالظبط. يوم الايام ما يبقاش في توفيق. كل دي لابد تبقى محطوطه في الاعتبار علشان ما نبقاش حاطين الراجل حاطينه من الان انه هو اله. ولو حصل حاجه يبقى الدنيا اتقلبت وبقى ده مش كويس، لا هو زيه زي اي بشر، هو ناجح بشكل بالزبط. كبير جدا الى الان وماشي بشكل كويس، لكن دوري طويل وهتقابل فرق ثانيه بمختلف المستويات، هتتعامل معها ازاي؟ وفي ملاعب كثير الملاعب بتاعتك تتعامل معها ازاي؟ يعني كويس ان هو لعب في اسوان في جو 34 درجه ولا 43 درجه في ملعب مختلف، ومع هذا اللعيبه قادر بشكل كويس، ده اختبار جيد انك انت مش هتبقى واخد على الملاعب الكويسه في القاهره وفي الجو الكويس، لا في اوقات هتلعب في ملاعب مع فرق في السويس، هتلعب في اسكندريه، هتلعب في اي مكان من الاماكن في الجنوب، لازم تبقى متعود في افريقيا هتلعب صح. في ملاعب ثانيه مختلفه، يبقى لازم اللعيبه عندها الصلابه وعندها المرونه وعندها الاحساس بانها تلعب في اي ملعب في اي طقس في اي كذا، ودي نقطه لسه بادر عليها اكيد لازم نحطها في الحسبان اكيد. كده انا بقول البدايه مبشره جدا جدا جدا، ولكن لابد ان احنا نتحفظ الى حد ما بحيث ان احنا بندي للراجل على قد ما ماشي الدوري الان ولا نبالغ المبالغه الكبيره جدا، ده شيء مهم، فرصه انه يشتغل ذهنيه كويسه، انما طول ما هنحطه كانه اله دلوقتي هو عمل اللي مش هيحصل هتفاجئ في اي ماتش ماتشات زي اي فرقه بالظبط، دروب حصل دبلك حصل كذا هتبص تلاقي نفسك مفاجئ، لا هذه هتحصل. لكن الاجمالي والشيء الجميل ان هو البدايه بدايه كسب فيها ثقه جماهير النادي الاهلي. صح. ثقه الناس كلها اللي كانت دايما بتقول راجل السي بتاعه ضعيف وكلام من هذا القبيل. طبعا احنا عانينا من الكلام ده وتحنا اكيد لما اكيد تم الاختيار عانينا منها حتى قال لك كان ده حزب طرق وجبتوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم الفرقه بشكل كويس وكسبت مدير فني كويس للجهاز اللي معاه واحيت لعيبه يمكن كانت برضو في عمليه شك فيها او ما هياش حاسه انها واخده حقها بشكل كويس، الان الكل على قدم الاستاذ بيلعب وحاجه جميله جدا يعني. طيب يا دكتور طه انا عايز اسال حضرتك بخصوص تشكيل النادي الاهلي، ويمكن بالتحديد اخر مباراتين مباراه الانتاج الحربي ومباراه اسوان تقريبا التشكيل كان هو هو في ما عدا عنصر او اثنين تم تغييرهم، هل مستر فايلر ده معناه ان هو استقر على تشكيل النادي الاهلي الاساسي ولا لسه محتاج عدد اكبر من المباريات عشان يستقر على اللاعبين القوام الاساسي ليه في التشكيل؟ شوف الموضوع دوت رهينه المباريات والنتائج. تمام. بمعنى ان هو في الفتره اللي فاتت هدر الناس كتير ولكن في الماتشين الاخرانيين ثبت الفرقه مع تغيير لعيب واحد بس السنتر باك اللي غيره اما نزل ياسر بالظبط وربيع قعد عشان ربيع كان رجله شدد او حاجه زي كده، ده كان التغيير الوحيد. انما الباقي كلهم كانوا بيلعبوا، فالماتشين دولت يكاد يكون فيهم نوع من انواع التثبيت. تمام. لكن مفيش فرقه تفضل تثبيت على طول، هم دولت هتلاقي ماتش من الماتشات مثلا استوليه لا سمح الله تعور هيدخل حد محله ضروري اكيد، مثلا في ماتش ماتش جاي مثلا كسبت وكل حاجه لكن في لعيب مثلا ما هوش موفق او كذا ممكن الماتش اللي بعده يغير لعيب بقى واحد لكن جسم الفرقه هيظل زي ما هو كويس، يعني ثمان لعيبه من الفرقه هيظلوا زي ما هم، هيلف ويدور بقى على ايه؟ ثلاث تبديلات اللي ممكن يحصل فيهم تغييرات. واخد بالك؟ الا بقى في حالات اصابات مضطر بقى ناس معينه ما لهاش حق بديل الا لازم هو هيدعم سيرت باك لازم محله ولا كذا. عشان كده هو الماتشين الاخرانيين لعب بتشكيل يكاد يكون واحد وادى الفريق برضه اداء واحد بالظبط بنفس المستوى بنفس
ديناميكيه بنفس الهجوم الكاسح ونفس الفرص اللي سجل منها النادي الاهلي قلاوا على الفرص اللي ضاعت اللي ضاعت. فده معنى برضه بيدي لك مؤشر ان هو المجموعه دي او التشكيل دوت هو الامثل بالنسبه له في الوقت الحالي، لكن برضه هو بيدي فرص. ولذلك حتى في المباراه بتاعت اسوان برضه نزل غير بالظبط بالظبط، يعني بستفيد بالتغييرات اللي عنده. وممكن التغييرات اللي بتنزل بتبقى زيها زي الاساسي وممكن يبتدي بيه في الماتش اللي بعديه. ما دي كلها امور وارده، لكن لم الامور شويه. الفريق بقى مش هيظل كل ماتش يغير خمس ست لعيبه بالظبط طبعا اكيد، انما هو لم العمليه بحيث ان ايه اصبح التغييرات تبقى في حدود واحد اثنين من اللاعبين، لكن بشكل اساسي موجود الا في حاله اضطرار والمستويات الفرق. تمام. ممكن على في فرق هيلعب بالفول تيم بتاعه اللي كذا، ممكن مباريات فرق ثانيه اقل شويه ممكن يدي بعض الفرص للاعيبه ثانيه. دي اداره الفريق، دي اداره مهمه جدا طبقا لجدول المباريات ومستويات الفرق اللي هيلعبها وفي ملعبي او خارج ملعبي. كل دي امور هتبقى محطوطه في الاعتبار يعني. طيب اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، كيف ترى مباراه الاهلي والزمالك المقبله؟ وهي اكيد مباراه غايه في الاهميه وبدري شويه في بطوله الدوري. وعايز اسال حضرتك كمان، هل غياب او احتماليه غياب عمرو السوليه في هذه المباراه ممكن يؤثر على اداء النادي الاهلي وعلى فرص الفوز من وجهه نظر حضرتك التحليليه؟ لا، شوف هقول لحضرتك على حاجه. هو طبعا مباراه الاهلي والزمالك عشان برضه نبقى منصفين هي ما بتخضعش ابدا المستويات الحاليه. الاهلي مستوى مثلا متقدم وبشكل كويس، والزمالك جايز متعثر شويه في الماتش اللي فات. ما بتلتقطش بكده. هي مباراه لها ظروفها في يومها. ما فيش شك ان برضو انت لما تبقى قبلها بشكل كويس وبتلعب المباراه ديت وانت معنوياتك كويسه، بس بتبقى محترم اللي قدامك طبعا، وما تنزلش حاسس انك انت متفوق عليه، لان ده اصعب حاجه انك تحس انك انت نازل متفوق او متعنتل او مغرور او كذا، ممكن دي تاثر تاثير سلبي. انما لو انت متقدم مع حاله كويسه قبل المباراه ديت ولعبت المباراه دي كديه، بيبقى فرصك بتبقى اقرب للفوز. لكن في النهايه هي مباراه الاهلي والزمالك، زي ما بقول لحضرتك مهما كانت الامور فبتبقى خاضعه لظروف المباراه نفسها ومستوى اللاعبين والحظوظ بالنسبه لكل فرقه. موفق في الفرص اللي بتجيلي، واحد مش موفق، الجول كيبر بتاعي صاحي في الكرات اللي هجمات، دفاعي بقى بشكل كويس. يعني ظروف اليوم اللي تلعب فيه المباراه خاضع له، لكن ما فيش شك ان النادي الاهلي في فورمه كويسه جدا واستعداد جيد. غياب السوليه المحتمل، غياب السوليه المحتمل من وجهه نظر حضرتك هل سيؤثر؟ لا، ما شوف هقول لحضرتك الحاجه، لعيب هيأثر يبقى انت ما عملتش فرقه. كويس كويس، يعني انت ما عملتش فرقه لو لعيب ما بيأثر. انا عملت قعدت اغير في كل ماتش ثلاث لعيبه واربع لعيبه، ثلاث لعيبه واربع لعيبه، واجي في الاخر اقول والله انا فلان، عشان ما فيش شك ان سوليه له دور كبير مع الفريق موجود ومتواجد باستمرار، خلاف ما يبقى هو غايب ويدخل واحد في اليوم ده بالذات. لكن انا شايف الكل خد فرص والكل لعب مع بعض، بحيث ان يعني ما اعتقدش هيبقى في تاثير كبير لهذا الامر. مع يعني تمنياتي للسوليه بالشفاء، لانه هو دور كبير مع الفريق ان شاء الله. اخيرا سؤال اخير يا دكتور طه، معلش حضرتك طبعا كنت رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، وانتم موجودين وبتقعدوا تناقشوا الامور الخاصه بمستقبل فريق الكره في النادي الاهلي، هل كنتم متوقعين هذه العوده القويه جدا جدا من الجانب الفني لجونيور اجايه بالتحديد يا دكتور؟ شوف، جون اجايه كان من اللعيبه الممتازين كويس، وهو مرت عليه فتره اللي هو اصيب فيها وتاثر بيها وخد وقت قبل ما رجع تاني. لكن انا ما انساش جون اجايه لما كان يعني في فتره من فتراته كان عبد الله السعيد موجود، وكان الاثنين عاملين ثنائي جيد جدا وسجل مع الاتحاد، سجلوا هدفين كل واحد عمل هدف للثاني، وبعدين كانوا الاثنين في نوع من التفاهم وكان هو في فورمه كويسه اجايه في هذا الوقت. هو تاثر طبعا في الفتره اللي فاتت قبل ديت فتره الاصابه، وبرضه عشان يرجع تاني برضه خد وقت شويه، لان هو برضه انت عارف نسبه او زمن العوده بتختلف من لاعب للاعب، في لعيبه اقوياء اجسامها قويه ممكن يرجع بسرعه، في واحد تاني بياخد وقت اطول. هو طبعا مع طول القامه وعامل زي اللعيبه السودانيين طويل كده ما شاء الله بالظبط، فطبعا بيبقى يتاثر بالاصابه، على ما بيرجع وبيبقى فورمه كويسه بيفرق كتير قوي. هو
احسن من ملاعبه، وأجاي لعيب رائع جدا، وزي ما بقول لك هو مميزاته ان هو مش راس حربه تقليد واقف في ال 18، ولكن بيتحرك بشكل كويس، بينزل تحت في نص الملعب مع الفرقه بيحضر، ثم ينطلق بعد كده، يتحرك في اليمين، يتحرك في الشمال، بيعمل تمريرات قاتله لزمايله، وانتوهات وحاجات من هذا القبيل. فهو يعني الحقيقه اضاف اضافه كبيره جدا في الوقت الحالي في هذا المركز، ليس لأدائه التهديفي فقط، ولكن أدائه في نص الملعب مع زمايله واستكمال الهجمات، ثم بعد ذلك إنهائها، وهو موجود في كل ماتش بيسجل. يعني شفناه في ماتش الزمالك سجل هدفين، وشفناه في فريق الأفريقي 4 سجل هدف بالظبط، وبعدين شفناه في مباراة الإنتاج وأسوان واسوان سجل الهدف الاولاني، يعني بيسجل اهداف وبرضه بيعمل اهداف لزملائه يعني. بالظبط. هو ما فيش شك انه توظيفه في المكان ده تاني، وهو اصلا كان لاعب قبل كده فيه نجاح كبير جدا، ان هو سمع بشكل كويس، واللعيبه استجابت له، لان اللي حواليه برضه فيه لعيبه كويسين. صح. حسين الشحات رمضان في فورمه رائعه جدا، حسين في فورمه رائعه جدا، قفشه، معالي معلول، احمد فتحي، يعني كل الفرقه الحقيقه انا مش عايز انسى حد. صح. الشناوي طبعا قايم بدور عظيم جدا برضه في الحفاظ على نظافه شباكه في ماتشات كتيره. صح. برضه بيدي اطمئنان للفرقه بشكل كويس، حتى بيحافظ لما الفريق يكون لسه فايز 1-0 بس، بيحافظ على شباكه بحيث الى ان يسجل الاهلي الهدف الثاني والثالث والمباراه تخلص. برضه هو الحقيقه اللعيبه كلها بتأدي بشكل كويس، الجهاز بيأدي معاهم بشكل كويس، الناس كلها معنوياتها مرتفعه ومبسوطه جدا، ولكن برضه زي ما بتكلم ارجو ان احنا في انا بتكلم على وسائل الاعلام. تمام. يعني الاطفاء الزائد عن اللزوم مش كويس. زي ما كان القذف والنقد عليه الزايد عن اللزوم قبل ما يشتغل برضه مش كويس. يعني دايما الكوره عايزه هدوء جدا، ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكره. صح. ولازم تدي لنفسك فرصه، انما بتكلم على حاجه اقول انا في الوقت الحالي انا مبسوط، الراجل مأدي اداء كويس جدا. صح. لكن الدوري لسه طويل. احنا برضه ايه نشيد بادائه كويس، ولكن ما عندنا ظروف نديله فرصه يشتغل بهدوء جدا، ويبقى في الحصيله النهائيه التقييم الكلي المطلق بعد ما ينتهي الموسم ان شاء الله، اللي حققه النادي واللي سجله النادي، واخد بالك؟ ان شاء الله باذن الله. يا دكتور طه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، ونظره تحليليه وافيه في الحقيقه مع الدكتور طه اسماعيل، النجم الكبير والمحلل الكبير جدا واحد نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي، واتكلمنا باستفاضه فيما يتعلق باول 6 مباريات للنادي الاهلي تحت قياده مستر فايلر، واتكلم دكتور طه في الحقيقه في العدد او في العديد من الجوانب الهامه جدا، وطلب بعدم المبالغه في التقييم، وان شاء الله باذن الله الاهم النادي الاهلي يستمر على هذا المنوال، ونمشي خطوه خطوه ان شاء الله باذن الله مع المدير الفني خلال الفتره اللي جايه. بنشكر الدكتور طه اسماعيل شكرا جزيلا. نرجع نعلق على بعض الاخبار لان مهم قوي التعليق في بعض الامور اللي بتهم جمهور النادي الاهلي وجريده فيتو. احنا كنا بنتكلم بالتحديد على موضوع طاهر محمد طاهر، وقلنا ان الكلام ده لسه شويه مش دلوقتي خالص توقيت الحديث عن الصفقات، لكن ايضا بيقولوا ان صالح جمعه يبحث عن عرض احتراف. صالح جمعه بالمناسبه هم كاتبين كمان في متن الخبر ان ما عندوش فرص انه يلعب تحت قياده مستر فايلر، بالعكس الموضوع مش كده اطلاقا. صالح جمعه عنده فرص ان هو يكون متواجد، الفرص دي بتتوقف على ايه؟ بتتوقف على جاهزيته الفنيه والبدنيه. تاني وتالت وعاشر، واتكلمنا على مدار الايام اللي فاتت في موضوع صالح جمعه، بمجرد ما يبقى جاهز فنيا وبدنيا مستر فايلر أكيد على حسب رؤيته الفنية لكل مباراة وعلى حسب أهمية المباريات ممكن يدفع بصالح جمعة، مجرد ما يلاقيه جاهز. الدليل على كده تاني وتالت وعاشر زي ما اتكلمنا قبل كده برضو إن أكبر كم ممكن من اللعيبة لعب تحت قيادة مستر فايلر، ما حصلتش قبل كده مع أي مدير فني إن الكم الهائل ده يلعب في توقيت جديد وعهد جديد لمدير فني لسه متولي المهمة، فبالتالي الفرص قائمة عند صالح جمعة إن هو يشارك ويكون متواجد ومؤثر مع النادي الأهلي،
وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. موضوع ان مستر فايلر مش راضي عن مهاجمي النادي الاهلي وادائهم وكلام من ده، برضو الكلام ده سابق لاوانه، لان انت عندك مهاجم النادي الاهلي مين؟ مروان محسن يا دوبك لاعب اتصاب فمش بيلعب دلوقتي بسبب الاصابه. عندك صلاح محسن بياخد بعض فترات المباراه وبالعكس بيحرز كمان اهداف. في مين تاني؟ في جونيور اجاي، هو ممكن يكون جونيور اجاي خطف نظر الراجل ورؤيته الفنيه من خلال ادائه المبهر، لكن ده مش معناه ان هو غير راضي على ازاره وعلى صلاح محسن ومروان محسن، الكلام ده غير حقيقي بالمره. نروح لخبر اخر، موقع رسمي للنادي الاهلي واللي بيقول ان الجهاز الطبي يكشف تفاصيل البرنامج العلاجي والتاهيلي لمروان محسن. مروان محسن موجود دلوقتي، بيبقى من امبارح بالظبط ابتدى يجي النادي الاهلي ويعمل بعض التدريبات العلاجيه الخاصه بيه استعدادا للبرنامج التاهيلي اللي ان شاء الله هيكون اساس عوده مروان محسن للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. لكن هو دلوقتي احنا عارفين اصابته كلها عباره عن كسر وعمل جراحه، كسر في عظام الوجه وعمل الجراحه وخد راحه كمان 10 ايام وخلصوا 10 ايام ورجع وابتدى في التعافي واداء بعض التدريبات العلاجيه وعلاج الطبيعي بالتحديد في الجيم بالنادي الاهلي، ونتمنى له العوده سريعا. ده فيما يتعلق بمروان محسن. نروح الموقع الرسمي ايضا وفيما يتعلق بعمرو السولية وجلسات علاج طبيعي لعمرو السولية، لان زي ما احنا عارفين اصابه عمرو السولية عباره عن جزع في الكاحل بعد الاصابه مع نهايه مباراه اسوان كده، فبالتالي في تفاؤل بالمناسبه كبير جدا بخصوص حاله عمرو السولية بعد التحسن الملحوظ في حالته، وان الاصابه او الورم ابتدى يتلاشى، فواحده واحده باذن الله عمرو السولية خلال ايام ممكن يخش في تدريبات تاهيليه وعوده كمان للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، ولاعيب مهم جدا. نروح للاخبار. فاكرين حضراتكم احنا كنا خدنا الدوري رقم 41 وما احتفلناش لحد دلوقتي بطوله، ما استلمناش الدرع، فخلاص المفروض يعني ان هيكون في احتفاليه كبرى لتسليم درع الدوري للاهلي باحد الفنادق الكبرى بالقاهره، والاحتفاليه دي اكيد هيكون متواجد فيها كل من ساهم بفوز النادي الاهلي بهذا اللقب الغالي واللي كان صعب جدا جدا على الاهلي في هذا الموسم، من اصعب المواسم في تاريخ النادي الاهلي يحقق فيها هذا اللقب. فبالتالي الاحتفاليه هتكون يوم الخميس وجايه بعد ما الاهلي كمان خد بطولات، بعد بطوله الدوري خدنا السوبر كمان يعني. لكن في كل الاحوال الاهلي هيستلم الدرع ان شاء الله باذن الله. كابتن سعيد عفيف بيقول الاهلي واثق الخطى يمشي مالكا، وتعليق يعني او بيتكلم على الشكل الجيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. سريعا عايز اروح للتحرير قبل ما اطلع فاصل، وبتقول ان في بدايه مثاليه لمستر فايلر وانه كسر عقده الاهلي الافريقيه وعدى الرقم جوزيه وجريدو وكارتيرون. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان جوزيه اول ماتشين ليه في دوري ابطال افريقيا كسب، لو تفتكروا حضراتكم، بيترو اتلتيكو في انجولا 3-1، وكسب شباب بلوزداد 1-0 بهدف ابراهيم سعيد لو تفتكروا ايضا، وكمان جريدو نفس الموضوع اول ماتشين ليه في افريقيا قدر ان هو يفوز 2-0 على الجيش الرواندي ذهاب وعوده، كارتيرون قدر ان هو يفوز على تاونشيب البوتسواني 3-0 و1-0 مباراه الاياب. فبالتالي فايلر عادل هذه البدايه بفوزه في مباراتين على كانو سبورت 2-0 و4-0 في مباراه الاياب، وده شيء مميز جدا، واول مره للاهلي من 13 شهر ان هو يفوز في مباراه خارج ارضه في بطوله دوري ابطال افريقيا كانت تحت قياده مستر فايلر. كلها في الحقيقه معطيات مهمه جدا، لكن لسه التقييم شويه، وان شاء الله باذن الله يستمر مستر فايلر بهذا الاداء وهذا النسق مع النادي الاهلي. دي كانت اخبار الاهلي الهامه جدا، سواء اتكتبت على الصحف او على المواقع واتكلمنا وتناقشنا فيها. في بعض الاخبار المحليه والعالميه، بس عايز اروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل نرجع نكمل. هيكون معانا الضيف يا جماعه ولا؟ طيب يبقى بعد الفصل هيكون معانا ضيفنا العزيز الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق، وهنستفيد معاه في الحديث في كل الاخبار المحليه والعالميه وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي. استنونا بعد الفصل. محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق بيشرفنا ونورنا. هدى مساء الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله منورنا كالعاده. الله يخليك. عندنا عدد من الملفات طبعا عايزين نتكلم فيها، واهمهم فيما يتعلق بالنادي الاهلي ورؤيتك للمرحله السابقه بالتحديد قبل مرحله غايه في الصعوبه قادمه باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي.
هو امير، احنا اخر مره اتقابلنا لما اتكلمنا عن هنا في البرنامج اتكلمنا عن فايلر، وان احنا قلنا ان احنا الراجل ده قرينا له 10 حوارات فعلا صح في سويسرا وفي المانيا، وان الراجل ده مهتم بادق التفاصيل. فايلر كان في حمله، مش هنقول تشكيك، في حمله تخوف منه، السي في بتاعه لا يليق والكلام ده كله، وقلنا ان السي في مش كل حاجه في مسيره اي مدرب يعني، او بيحكم حكم نهائي على اي مدرب. فايلر كانت بدايته تعتبر كانت فخ كبير جدا ممكن يواجه اي مدرب، مدرب اول مره يشتغل في افريقيا، اول مهمه ليه تبقى في غينيا الاستوائيه في ملعب، طبعا انت عارفين الاجواء في افريقيا بتبقى عامله ازاي، ملاعب واجواء وطقس ومناخ ورطوبه والكلام ده كله، ثم بيلاعب المنافس التقليدي على بطوله حتى لو شرفيه بس برضه ليها اهميه جماهيريه كبيره مع نادي الزمالك بعد مباراه كانو سبورت بايام قليله. لكن الراجل بصراحة نجح بامتياز كبير جدا جدا يعني، في حالة ارتياح، في حالة متعة، في أداء ممتع للفريق في آخر 6 ماتشات أو في الماتشات تحت قيادة فايلر. الراجل ادى ثقة، والعناصر كانت لحد ما كانت مدفونة في الفريق، مدفونة. زي حسين الشحات. حسين الشحات احنا الموسم اللي فات انضم في يناير ما كانش بالتأثير الواضح. كان بسبب ايه؟ هل بسبب الضغوط اللي عليه ولا بسبب مدير فني؟ برضه بدايه ضغوط عليه برضه، حسين الشحات كان جاي النادي الاهلي مبلغ كبير جدا طبعا، تمام؟ فده كان حاطط ضغوط عليه، وفي نفس الوقت كان ممكن مارتن لاسارتي ما كانش مش هنقول القناعه التامه بيه، هو مش قادر برضه يدخله في الفرقه. فايلر بقى على العكس تماما، فايلر شفنا له نجاحات كبيره جدا على المستوى الفني، على المستوى الشخصي كان ليه وقفه مع لاعبين مش ملتزمين او مش منضبطين في التدريبات، وشفناهم بره الصوره. والراجل ده زي ما قلنا هو راجل سويسري، راجل صارم، راجل ما بيعرفش الهزار، وكان ليه مواقف سابقه في مسيرته التدريبيه قبل كده بالظبط. لكن في نفس الوقت احنا ايه، البدايه الحالمه دي لازم برضو الجمهور يحط حسابه ان هو ممكن الفريق يتعثر، ده طبيعي، ده وارد، ده دي كره القدم وارده. طبيعي. والراجل كمان البدايه الممتازه دي احنا ممكن نعتبرها بري سيزون، يعني الراجل جه مفيش فتره اعداد، جه على مهمه سخنه بسرعه جدا، على اختبارات صعبه جدا، وفي نفس الوقت جه على صفقات هو ما اختارهاش، هو صح. اداره النادي وفرت له ادوات، ودي الادوات اللي عندنا المتاحه وابدا بيها، وادوات ممتازه مش هنقول دي حقيقه. لكن هو لازما يبقى في تسليط الضوء ان الراجل هو مش اختار الصفقات دي. فدي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل كانت بدايته كويسه جدا، كون النادي الاهلي يكسب سموحه الانتاج الحربي اسوان، مع احترامنا لكل المنافسين، ده الطبيعي. صح. لكن اللي مش طبيعي الاداء، التميز، الراجل باين علامات فنيه كتيره جدا، شفنا له دلوقتي تنوع زي ما كابتن طه اسماعيل قال من شويه في المداخله بتاعته، تنوع في الاسلحه الهجوميه. صح. السنه اللي فاتت فعلا علي معلول كان هداف الفريق، الباك الشمال اللي هو كان نص الموسم الاولاني كان متغيب للاصابه، فدي كانت برضو من ضمن المشاكل الهجوميه النادي الاهلي ده. دلوقتي لا، الاهلي بيروح وبيسجل وبيضيع كتير، حتى فايلر في اول ماتش ضد سموحه، عشان برضو ساعات الارقام والاحصائيات بتكون خداعه في كره القدم، انت كسبت سموحه 1-0 لكن كان ممكن تكسب 3-4، الفريق ضيع فرص كتيرة. صح. جدا. فده برضو أمر يحسب ليه، عنده تنوع. في ماتش أسوان الأخير إحنا شفنا فايلر بيعمل تغيير جوه المباراة نفسها، رمضان صبحي بدأ المباراة ناحية الشمال، ثم وجهه بعد ربع ساعة أو تلت ساعة ناحية اليمين، ثم في عمق الملعب، فالراجل بيقرأ المنافس اللي قدامه بشكل كويس جدا. الفوز على الإنتاج وسموحة وأسوان دي نتائج طبيعية، النادي الأهلي أو الزمالك عموما هم أقوى ناديين في مصر، فكون إن هم يفوزوا على أي فريق فده ده العادي، لكن طبيعي. الغير عادي الاداء والتميز الفني والجماعي، وانك تخلق حلول كانت برضه هنقول مدفونه برضه في النادي الاهلي من فتره، اللي هو التسديد من بعيد. شفنا محمد هاني في مباراه كانو سبورت بيشوط من بره ال 18، دي كانت حلول غايبه عند النادي الاهلي. انت دايما القصه بتاعت التسديد من بره دي كان حل مفقود عندك، شفت امبارح في ماتش اسوان حمدي فتحي التسديد من بعيد ده سلاح مطالب، لانك انت هتيجي في وقت من الاوقات برضو المنافس ده هيدرس لك خطط فايلر، وهيبدا يوقف طرق لعبه معينه. فهو ليه اكتر من يعني، ليه سلاح الجبهات اللي هي الطرفين الجنب وعمق الهجوم، وفي نفس الوقت سلاح التسديد اللي ممكن هتلاقي فرق بتتكتل قدامك وتعقد لك المباراه. صح. فدي مزايا كتير او ملامح كتير الفنيه الفايلر، لكن يبقى الاهم نقول ان اعتبر الفتره دي برضو كان سبورت فريق مش كبير، الفتره دي بري سيزون للاهم،
كويس. الاهم ان هو دلوقتي هو اصعب اختبار واجهه فايلر كان مباراه نادي الزمالك، وكان برضو نادي الزمالك عشان في ناس بتقول ان فايلر قابل فرق يعني ما قابلش مواجهات قويه، لا نادي الزمالك اختبار قوي طبعا، قوي جدا، نادي كبير وفنيا كان جاهز جاهزيه تامه ومنتشي يعني. فوزه بكاس مصر، مدرب جديد كسبان بيراميدز 3-0، مدرب جديد عنده خبره بالكره الافريقيه اكتر من فايلر المفروض على طبعًا. الورق طبعًا. نقطه ثانيه، نادي الزمالك مدعم بصفقات كبيره جدا في كل المراكز صح. في نفس الوقت بقى على مستوى الدوري انت عندك حسام حسن، كابتن حسام حسن مع سموحه، كابتن مختار مع الانتاج الحربي، هم اقدم اثنين مدربين في الدوري المصري حاليا صح. كابتن مختار بادئ مسيره في الدوري المصري من 2006 من ايام ما طلع مع بتروجيت تمام، كابتن حسام حسن مصري سموحه وانديه تانية كتير وكان مدرب نادي كده، فدول اكتر اثنين مدربين عندهم خبره في الدوري المصري، باقي المدربين يا اما مدربين جدد زي ما بنشوف في الجونه ميلوسيفيتش او يسيتش في الاسماعيلي او كابتن ايهاب جلال، دول نعتبر ايه الوجوه الجديده اللي دخلت على الدوري المصري، لكن الوجوه اللي هي الاقدم هو كابتن حسام حسن، كابتن مختار ونضيف عليهم كابتن طارق العشري، دي الوجوه اللي عندها خبره بالدوري المصري، وكابتن طلعت يوسف برده في نفس في نفس الكاتيجوري او نفس الفئه، فبرده عشان دي حمله التشكيك ان هو يقول هو ما واجهش منافسين اقوياء، لا ده واجه منافسين اسما سموحه فريق قوي. سموحه كان وصيف الكاس السنه اللي فاتت صح. 2018 نادي الانتاج الحربي من ضمن الفرق اللي بتلعب على المربع الذهبي وبتقدم برود كويسه، وكابتن مختار معروف بكده تمام. اسوان فريق حماسي هنقول فريق حماسي لسه طالع دوري درجه اولى السنه دي، وفي نفس الوقت مع مدير فني شاب برضو وجه جديد على الكره المصريه او وجه جديد على الدوري الممتاز اقصد، ولكن في نفس الوقت انت كنت بتلعب في درجه حراره عاليه برضو، ارضيه الملعب كله اشتكى منها كانت مأثره على الفريقين مش على الاهلي بس او ريني فايلر او خطط ريني فايلر. في نفس الوقت الفتره دي كلها يقدر فايلر يعتبرها بري سيزون، وجاي فتره توقف دوري هيقدر بقى يجهز العناصر اللي هي الغايبه سواء للاصابه او لاسباب فنيه او يحسن لياقتهم، لان الاختبار الاصعب هو القادم. احنا مش هنقول ان فايلر هو بقى كده ممتاز 100%، انا برضو لسه عندي كلمتي، فايلر سيبوله من هنا لنهايه السنه اللي هي شهر ديسمبر، اول 3 شهور الراجل هيقدر بقى يحط ايده على كل الملامح، هيشوف بقى كل التفاصيل. نهايه السنه مش نهايه الموسم 2019 يعني اللي هتبقى اول 3 شهور او اول 4 شهور في مسيرته مع الفريق طبعا. لكن مش هنحكم عليه من حوالي 4-5 ماتشات، مع ان البدايات ممتازه جدا. البدايات كنت متوقع ان البدايات تبقى بالشكل ده؟ لا، كاندماج سريع وحقق يعني حاجه مهمه جدا. الراجل تحس ان هو كان قبل ما يجي الاهلي هو دارس كل حاجه يعني هو اندمج بسرعه جدا مع الفرقه صح. حط ايده على تفاصيل معينه كانت الفرقه ناقصاها. البدايه القويه دي ما كانتش متوقعه قوي، ما انا عشان كده بقول لك يا امير انت كده كده هتكسب سموحه، كده كده هتكسب الانتاج، وكده كده هتكسب اسوان مع احترامنا لكل الفرقه دي، لكن الغير متوقع الاداء الممتع السريع السلس المنسجم. دلوقتي انت بدانا نسمع ناس يقول لك خلاص ما فيش يعني في اعلاميين كبار بيقول لك خلاص ما فيش منافسه على الدوري، اتحسمت من اول 3 بس ده كلام بدري قوي، بس ده يعني كلام طبعا مش واقعي يعني. لكن انت برضو داخل على اختبارات بقى قويه جدا في دوري الابطال، وداخل على التحامات تانية بقى في كاس مصر وظروف، عشان كده بنقول البدايه ممتازه. البدايه اسكتت ناس كتير كانت بتشكك في الراجل او كان برضو بتهاجم اداره النادي على تعاقدها مع مدرب ملوش سيره ذاتيه قويه، مع اني برضو هنقول تاني قدرات فايلر ما كانتش تتحدد بالسيره الذاتيه، وقدرات فايلر مش هنقدر نحكمها في اول 6 ماتشات، لكن البدايه ممتازه وفوق الخيال يعني فوق. هو واضح كانه عارف يتعامل نفسيا بشكل كويس جدا مع اللاعبين، وفي جزئيه مهمه قوي ان اللاعبين قادرين ان هم يتفهموا ويستوعبوا افكاره وينفذوها، ده شيء يحسب ايضا للاعبي النادي الاهلي في الحقيقه. وبعدين يا امير شخصيته قويه جدا يعني حتى في مؤتمر الصحفي الاخير في مباراه اسوان كان احد الزملاء ساله عن انطباعه عن مدينه اسوان فالراجل يعني الراجل ما بيعرفش يتجمل، الراجل قال لك المدينه جميله ورائعه بس انا موظف، انا مش جاي سايح في مصر، انا موظف، انا جاي انا موظف في النادي الاهلي، انا بعمل براتب في النادي الاهلي، فواضح ان الراجل مش بتاع شعارات مش بتاع تجميل، راجل عملي وواقعي في تصريحاته في الحياه بشكل عام، مش منضبط جدا. النادي الاهلي كسب سموحه في المباراه الاولى لكن مع ذلك طلع وانتقد لعيبه الاهلي فايلر، قال لك احنا ضيعنا فرص كتير، احنا حبسنا نفسنا لغايه اخر دي عشان نحسم الفوز. في مباراه الانتاج الحربي الاهلي كسب 4-0 لكن ضيع فرص كتيره جدا، يعني ممكن صح. كان نتيجه 4-0 دي كانت تبقى نتيجه الشوط الاول بس صح. خلق لك اسلحه هجوميه كتيره جدا، ما بقاش انت الفريق معتمد على لاعب او اتنين، لو الدنيا قفلت عليك هتبقى يعني صعبه. انت السنه اللي فاتت الاهلي مع لاسارتي كسب سموحه في الدقيقه 97 بجون جيرالدو بصعوبه بالغه. انت السنه دي كسبانه في اول 5 دقائق ومضيع كتير، وكانت مباراه برضه سجاله رايح وجاي، فالراجل كانت بدايته فوق ممتازه،
لكن مش عايزين نتسرع، ولكن برضو لازم الجماهير تتقبل اي اخفاق، لان دي كره القدم. انت مش هتكسب على طول ولا هتخسر على طول، بس البدايه مبشره وممتازه. هو طبيعي لا قدر الله يعني يبقى في اخفاق، يعني دي كره قدم، وارد ان انت تكسب وارد ان انت تخسر، لكن في نفس الوقت انت بتعمل اللي عليك، بتجتهد، بتشتغل صح طبقا لرؤيه المدير الفني، امكانيات اللاعبين، وباقي التوفيق. ما هي بص يا امير، هي في ناس البدايه الحالمه تبقى الطموحات كبيره جدا، يقول لك بقى خلاص احنا مش هنخسر تاني، يعني ده كلام مش منطقي يعني، فاهمني؟ ومع اول خساره هد بقى المعبد وانسى كل اللي عمله الراجل في بدايه الموسم. لا، هي القصه مش كده، ممكن يكون المدرب مش موفق، ممكن المنافس يتفوق عليك، ممكن انت تكون مش في حالتك، مش يومك. فهي بس احنا عندنا الفكره، عندنا في كره القدم في مصر، انك فريق اللي انا بحبه لازم يكسب على طول، سواء حلو سواء وحش، وده مش موجود في الكوره. يعني انت شوف انديه عالميه كتيره بتخسر وبتكسب وبتخسر بنتائج كبيره. برشلونه خسرنا 4-0 وما زال برشلونه، وما زال هو اللي بيرشح الاول لدوري الابطال، او من ضمن المرشحين اقوياء دوري الابطال. ريال مدريد انهار، ومع ذلك يبقى ريال مدريد. فهي الاسماء باقيه، لكن الناس بقى النتائج والكلام ده بتبقى وليده اللحظه. زي ما بقول لك، تفوق منافس، انت مش في حالتك، انت ادرت المباراه، انت اخطات، فده وارد في كره القدم. مين ابرز العناصر اللي ممكن تكون رجحت كفه الاهلي على مدار الفتره السابقه من وجهه نظرك، يعني اللي لفت نظرك بشكل كبير من الاهلي؟ والله امير، في ثلاث لعيبه بالتحديد: رمضان صبحي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه. تمام. ليه بقى؟ احنا قلنا حسين الشحات، هو ده حسين الشحات اللي المفروض مستنيين مستواك مميز جدا. رمضان ليه اخترنا الثلاث لعيبه؟ رمضان صبحي اتخلق كمهاجم تاني، كمهاجم وهمي رقم 10 وبيكمل، فعاليته على المرمى زادت. الاول كنا بنشوف دايما رمضان صبحي بيضيع مجهوده اكتر على الاطراف، على الاطراف صح. دلوقتي لا، بقى فعال اكتر على المرمى، بقى بيشوط. احنا كنا دايما نقول ايه، رمضان صبحي محتاج يبقى اناني شويه، مش لازما تراوغ او ترقص زي ما بنقول بالعاميه، لا وبتمر، لا يعني اتجرأ شويه وشوط على الجول. هتلاقي معدل رمضان صبحي اول ثلاث مباريات على الاقل، على الاقل مسدد 10 مرات على المرمى على الاقل، وجايب ثلاث اهداف. دي نقطه. محمد مجدي قفشه لعيب مميز جدا، تحركات الاهلي كان عنده مشكله فنيه وضحت جدا بعد رحيل عبد الله السعيد، الراجل اللي هو بيربط بين الخطوط. محمد مجدي قفشه راجل كفاءه هجوميه كويسه جدا، فعال على المرمى، تمريراته الطوليه مهمه جدا بشكل سريع قوي، زائد ان هو كمان ادواره متنوعه، متميز جدا في الكرات الثابته. محمد مجدي قفشه ماتش اسوان صنع لك هدفين من كره ثابته ركله حره ومن ركله ركنيه، فالراجل مميز جدا على المرمى، بيكمل، بيخش كمهاجم، وده من ضمن الحلول اللي نوعها فايلر، ان يبقى عندك اكتر من راس حربه. انت راس الحربه الاساسي بتاعك في الموسمين الاخرين وليد ازارو، وكانت مشكله كبيره لو وليد ازارو ما سجلش بتبقى الدنيا اتعقربت زي ما بنقول. لكن دلوقتي انت عندك مثلا على الاقل حوالي اربع او خمس حلول، من ضمنها محمد مجدي قفشه. وكمان في المباراه الاخيره بعد اصابه السوليه كان هو رجع كلاعب وسط مدافع تاني بجوار حمدي فتحي. حمدي فتحي الاكتشاف اللي احنا بنقول ايه، حمدي فتحي من ضمن الناس برده اللي كانت مستواه مبشر جدا جدا منذ انضمامه في يناير اللي فات في الموسم الماضي، في الجزء الثاني كان برده عمل اداء كويس. حمدي فتحي من ضمن الناس يا امير، انت قليل قوي في مصر لاعب الوسط المدافع الهداف. اكيد كان اخر لاعب وسط مدافع هداف في مصر كان حسني عبد الرب. متميز كان في التسديد، كبير في الحقيقه حسني. متميز في التسديد على المرمى، بيكمل في الكرات الثابته، شفنا له اكتر من هدف بره. بيقدر يقوم بالواجبات كلها في نص الملعب، بكل حاجه بيقدر يعملها، اهداف يعني كل حاجه. معدل التهديف بتاعه ده كويس، يعني انت برضو دي الكره الحديثه. انت صح. مش دورك كلاعب وسط انك تقطع كرات او تكسر هجمات المنافس بس، لا، وبرضه لما يكون عندي فرصه ان انا اتقدم واشوط واكمل اروح. وده عشان كده بقول لك حمدي فتحي امير من ضمن الناس المميزه جدا. ثلاث عناصر اللي انا ذكرتهم، محمد مجدي قفشه وحمدي فتحي ورمضان صبحي، انا شايف ان هم افضل ثلاث لعيبه في النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع فايلر. صفوف الاهلي مكتمله ولا ممكن نكون محتاجين اضافه مثلا في شهر يناير من وجهه نظرك؟ الاهلي يكون محتاج حاجه زياده تزود من الفاعليه الهجوميه الخاصه بالفريق، ولا الفرقه مكتمله؟ هو بشكل كبير، بص امير اقول لك على حاجه، الفرق الكبيره دايما يعني التدعيم بيكون في اضيق الحدود. كويس. انت لو شفت زي ما حصل اول الموسم، الاهلي جاب ثلاث لعيبه بس بالظبط كده. النادي الاهلي عمل ميركاتو قوي جدا في يناير اللي فات، جدد دمه، وفي نفس الوقت في عناصر كتير جدا كانت عندك انت استغنيت عنها سواء بالاعاره او البيع. الفترة الحالية ممكن يكون الأهلي محتاج في مركز قلب الدفاع شوية يكون في خيارات أكتر. في خيارات أكتر لأن بس في عودة لسعة سمير، محمود متولي بجانب أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومين تاني؟ رامي ربيعة. ورامي ربيعة. بس المركز ده يا أمير أكتر مركز فيه معدل إصابات في الأهلي الفترة الأخيرة. هتلاقي المركز يعني
احنا جينا فتره كان كابتن وائل جمعه وشادي محمد 5 سنين ورا بعض. صح. فاهمني؟ فيعني كان الاصابات بتاعتهم في اضيق الحدود، ممكن تلاقي احمد السيد داخل شويه، ممكن تلاقي رامي عادل داخل شويه، لكن المركز ده كان فيه ثبات شويه في معدل الاصابات، وكان معاهم برضو كابتن عماد النحاس طبعا. لكن دلوقتي مثلا محمود متولي اضافه كويسه جدا، لكن ما قدرتش تتهنى يعني، ما لحقتش تتهنى بيه، اتصاب. سعد سمير بقاله فتره مصاب، فبرضو كان رامي ربيعه برضو قعد فتره بس كبيره مصاب. بس مش شرط الاصابات تتكرر يعني، ممكن المرحله دي في عدد من الاصابات في المركز ده، لكن مجرد ما يرجعوا ان شاء الله مش شرط ان هم يتصابوا تاني يعني. ما انا فبالتالي هتبقى انت المركز ده خلاص مكتمل. حتى ياسر ابراهيم، لا يا امير، انا اقصد ان المركز ده دلوقتي برضو في الكره الحديثه هو ولاعب الوسط بيبقى اكتر مراكز فيها معدل اصابات كتير، لان الجهد البدني عليهم كبير. طبيعي بسبب الماتشات وادوارهم في الملعب وكده يعني. فانت برضو محتاج تدعيم في المركز ده بشكل كبير، محتاج تدعيم في مركز راس الحربة الصريح. ان برضو اعمل حساب ان الفرق المنافسه هتبدا تستعد ليك، وشافت لك ماتشات كتيره. انت برضو حاليا تحس ان الاهلي ملوش راس حربة صريح. اجاي هو اللي بيقوم بالمسؤوليه دي، مش مركزه الرئيسي. في نفس الوقت عندك مروان محسن مصاب، ازاره بعيد عن الصوره شويه مش زي الاول. فاعتقد قلب الدفاع وراس الحربة هم اكتر المراكز اللي محتاجه تدعيم، لكن المنطقه اللي هي صناعه اللعب او تحت راس الحربة عندك وفره كبيره جدا، كتيره قوي يعني، سواء حسين الشحات، سواء رمضان، سواء محمد مجدي قفشه، مؤمن زكريا ربنا يعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. برضه من ضمن الحسابات، لو عندك محمد محمود كمان. محمد محمود من ضمن الناس برضه العناصر اللي هي منتظره عودتها بقوه. ندفد نفس الكلام. فاعتقد ان هي منطقه نص الملعب ومحاور اللعب الهجوميه لا كتيره جدا. تطمن عليها. طرفين الملعب محمد هاني، كابتن احمد فتحي. الناحيه الثانيه معلول وحيد ممتازين، محمود وحيد بديل كويس، وفي نفس الوقت عندك ايمن اشرف برضه، ايمن اشرف باك شمال. فاعتقد هم دول اكتر مركزين. حسين السيد كمان بالمناسبه نفس القصه. فهي اكتر مركزين هو راس الحربه قلب اللي هو الصريح اللي هو التارجت مان، وفي نفس الوقت قلب الدفاع تحسبا بقى لاي وكله في النهايه بيترتب على الرؤيه الفنيه للمدير الفني، هو اللي هيقرر يعني في بخصوص هذه الامور. مباراه الزمالك بتشوفها ازاي في ظل حتى هذه اللحظه قبل المباراه؟ هتوقف على حاجات كتيره قوي يا امير. اولا العناصر الدوليه في الفريقين، احنا لو شفنا مباراه الاهلي والزمالك في السوبر الاخير كانت معنويات الزمالك هي الاعلى فعلا، بطل كاس مصر، صح، مدير فني جديد، عروض كانت قويه جدا مع ميتشو، في نفس الوقت صفقات جديده وزي ما نقول نشوه يعني، انت في السماء. والناحيه الثانيه النادي الاهلي مدير فني جديد لسه مش الملامح بتاعته، كان في كمان كلام كتير عن المدير الفني والامور ما كانتش يعني، وتشكيك فيه والكلام ده كله. دلوقتي الايه اتعكست، النادي الاهلي الانطلاقه قويه جدا، بدايه مثاليه مع فايلر، نتائج قويه، تصدر دوري منفرد باداء ممتع بنتائج كويسه جدا، ونادي الزمالك بدات الايه تنعكس عليه. يعني انتصارين صعبين جدا على الاتحاد ثم المقصه، وبرده بدا الجمهور يزوم على ميتشو، ثم تعادل اخير مفاجاه كبيره مع اف سي مصر، مع اف سي مصر، وكاد اف سي مصر ان هو يكسب كمان المباراه في اخر دقيقه. فالكفه اتقلبت، لكن في نفس الوقت في عنصر مهم جدا احنا عايزين نلفت النظر ليه، اللي هو العناصر الدوليه في الفريقين. كويس. النادي الاهلي عنده حوالي 10 لعيبه دوليين اعتقد، ده 13 بالاجانب 13. الناس دي هترجع لك باي حاله بدنيه واي حاله فنيه، نفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك. عندك النادي الاهلي يعني منتخب اول واولمبي ومنتخب تونس ومنتخب مالي مع اليو ديانج. الناحيه الثانيه نادي الزمالك نفس القصه برضو، منتخبات سواء منتخب مصر الاول او الاولمبي او منتخب تونس، فدي هتبقى عامل مهم جدا. النادي الاهلي بدنيا وفنيا تقدر تقول ليه ملامح واضحه واقوى واكثر ثباتا من نادي الزمالك. نادي الزمالك في الفتره الاخيره خسر مثلا عنصر زي محمود عبد العزيز في خط الوسط، ده خيار بديل. يبقى على فكره البودلة في الكره الحديثه مهمين جدا طبعا، اصابه صعبه نتمنى له الشفاء العاجل. طبعا نتمنى له الشفاء. فنادي الزمالك بقى عنده مشاكل فنيه كتير، بدا يبقى في كلام كتير عن تغييرات في الجهاز الفني واضافه عناصر ونشيل عناصر والكلام ده كله. هل ممكن الاستناد على كل هذه الامور في مباراه مهمه زي دي، ولا دايما بتبقى مباراه الاهلي والزمالك مختلفه ايا كان ايه المعطيات اللي قبل المباراه؟ لا احنا بنقول دي يا امير دي الملامح جوه الملعب بتاع اللعيبه بقى. يعني لو احنا حسبناها المؤشرات المبدئيه نقول النادي الاهلي اقرب واقرب بقوه. لو جوه الملعب لا دي حسبه ثانيه بقى، دور اللعيبه. ممكن تكون اللعيبه مش في حالتها. مثلا ممكن نادي الزمالك تتخلق له دوافع اكتر، لان انا عايز اثبت ان انا لا انا لسه موجود ولسه في المنافسه، لان
حاله خساره الزمالك نقدر نقول ان الاهلي بياخد ستيب اعلى شويه ان هو يثبت اقدامه بشكل كبير، فالمباراه نادي الزمالك محتاجها بشكل قوي. تمام. الناحيه الثانيه فايلر محتاج ان هو يقول ايه، ان الفوز على السوبر ده ما كانش وليد الصدفه او كذا، لا انا عايز ااكد ان انا افوز في ديربي تاني في خلال اقل من شهر عشان برضو ابني علاقه اقوى مع جماهير النادي الاهلي وتبقى تثق فيا بشكل اعلى، خاصه قبل انطلاق مشوار دوري الابطال اللي هيكون صعب جدا السنه جدا دي. جدا البطوله مليانه فرق قويه جدا في الحقيقه. بالظبط. وهنشوف القرعه بكره باذن الله. لكن عايز اتكلم معاك شويه عن المنتخب والكابتن حسام البدري مدير الفني الجديد، والنهارده او امبارح كان التجمع، والنهارده اول مران للمنتخب، متفائل بالمرحله الجايه مع الكابتن حسام البدري؟ دي صور طبعا من مران اليوم بالتحديد، يعني شايف المرحله الجايه ازاي مع الكابتن حسام البدري؟ والله يا امير برضو اخر مره كنا في البرنامج هنا كنا بنتوقع ان كابتن حسن شحاته هو اللي هيكون المدير الفني الاقرب لمنتخب مصر، ان هو عليه قابليه وجماهيريه اكتر. تمام. كابتن حسام البدري لو حتى سالتني وقلت لك انا لو انا اللي بختار هختار كابتن حسام البدري او حسام حسن، الاثنين بالنسبه لي سيان يعني. كابتن حسام البدري فيه ميزه مهمه جدا يا امير. ايه هي؟ من ضمن مميزات، اولا هو احنا مش بنتكلم عن المتعه في الاداء او بنتكلم عن الانضباطيه والفنيه. كابتن حسام من النوع اللي هو مش مغامر، اللي هو عارف قدرات الفريق اللي هو بيتولى مسؤوليته، وهو اعترف بكده في المؤتمر الصحفي لتقديمه. لكن المنتخب في مشاكل جوه الملعب، في مشاكل بره الملعب، التحديات اللي قدامه هتبقى صعبه جدا جدا. انت جاي بعد فتره اجيري اخفاق كبير، كوبر 3 سنين انت بتكسب وبتعمل نتائج بس الجمهور مش راضي عنه. يعني انت دلوقتي عندك مشاكل في الاداء ومشاكل في اداره الامور داخل منتخب مصر. كابتن حسام البدري من ضمن مزايا ان هو يقدر يمسك فريق عنده مشاكل ويبتدي يعني ايه يعني يصعد بيه تدريجيا، يفوقه زي ما بنقول بالبلدي. كابتن حسام البدري لما مسك النادي الاهلي من سنتين كان بعد مارتن يول. مارتن يول كان طبعا النتائج انت فايز بالدوري بصعوبه، ثم في بطوله افريقيا خرجت من دور المجموعات بنتائج صعبه جدا، تمام، ما كسبتش ولا ماتش في مصر، خسرت من اسيك وتعادلت مع زيسكو او زناكو اعتقد، وتعادلت مع الوداد المغربي، وما كسبتش غير ماتش واحد في الوداد في المغرب بس بجون رامي ربيعه، وكان الفريق حالته صعبه جدا يعني. كابتن حسام بدري مسك الفرقه فاقت معاه، برضه ضخ عناصر جديده في الفرقه، خلق حلول كتيره في الفريق، كسب الدوري في اول موسم قبل ست جولات من النهايه، كسب كاس مصر اللي هو كان بعيد عن النادي الاهلي من فتره طويله اكتر من 10 سنين اعتقد. وصل بالفريق لنهائي دوري ابطال افريقيا 2017 والتوفيق ما كانش حليفه. الموسم الثاني ليه برضه كسب بطوله الدوري وحسمها مبكرا، ما حلفوش التوفيق في كاس مصر، وكانت بدايته في دوري الابطال ضعيفه، فكان القرار اللي هو الاستغناء عنه ثم التعاقد مع كارتون. فكابتن حسام البدري من ضمن المميزات ان هو يقدر يمسك فريق يعني دروب عنده دروب عالي ويفوق بيه ويطلع بيه. ماشي. وفي نفس الوقت هو عنده تحديات كتيره جدا الفتره اللي جايه، مشاكل مع محمد صلاح واضحه للجميع. هو بيحاولوا يجملوا الصوره شويه في موضوع محمد صلاح وان هو مش موجود في المنتخب، وهل هو اعتذر ولا ما اعتذرش، ولا هل هو كان فعلا مجهد قبل الاصابه في ماتش ليستر سيتي؟ بتشوف الموضوع ده ازاي بالتحديد يعني؟ بص يا امير، هو ده اول ماخذ على كابتن حسام البدري كويس في نقطه ان دلوقتي كابتن حسام اعلن ان هو تواصل مع صلاح، وان هو بعد تشاور مع طبيب المنتخب ان هو بيعاني من اجهاد في العضله الضمه زي ما اتقال وكده، وان هو هيبقى في اتجاه لاراحته. لا انا كان افضل بالنسبه لي ان انا احدد السبب الواضح، يا جماعه محمد صلاح مش معانا المعسكر ده. اراحته وخلاص، ما اخشش على طول، ما اخشش في التفاصيل. مش او انا مش محتاجه، محمد صلاح ده نجم كبير، مش انا هحتاجه ان انا هجربه في بوتسوانا مثلا. انا عارف اوظفه ازاي، المفروض كابتن حسام بدري جايب اجنده طبعا، هلاعب محمد صلاح فين وازاي وامتى والكلام ده كله. وهو عنصر اساسي هيلعب اكيد تمام. فانا لا يا جماعه، هو انا مش محتاجه، انا محتاج ماتش بوتسوانا اتفرج على لعيبه جديده، ادي اضخ دم جديد في الفرقه، وهو فعلا عمل كده. ومحمد صلاح مش معانا، مش هيقلل منه. تمام. لكن انا اطلع اقول ان اصل هو مصاب واجهاد والكلام ده كله، طب ما هو في لعيب عنده اجهاد يلعب دوري ابطال اوروبا 90 دقيقه او دوري انجليزي 90 دقيقه على طول منهم يومين ثلاثه يعني. فانت برضو يعني خلقت ديبيت او جدل ملوش داعي. هو ما كانش موفق في الـ في الـ في الـ ده ماخذ عليه في الحقيقه، ده ماخذ عليه ان هو كابتن حسام، احنا مش محتاجين حسام يعني، مش محتاجين محمد صلاح في المباراه دي، لان في ترسبات ان هي يعني ترتبت الازمه ان هو قصه التصويت ليه في جائزه ذا بيست بتاعت الاتحاد الدولي لكره القدم، جائزه افضل لاعب في العالم. وطبعا اللي احنا الجدل اللي احنا عشناه الفتره الاخيره وعدم التصويت ليه وعدم ارسال الاصوات، ثم زميل صحفي مصري لم يصوت له كافضل لاعب. فهو يعني ايه زي ما نقول ايه، خد على خاطره
فلا انا مش جاي، الله اعلم بقى ايه التفاصيل، بس الواضحه للعالم بتقول كده. طبعا الواضحه للعالم بتقول كده. النهارده كابتن محمد بركات قبل التدريب النهارده كان ليه تصريحات صحفيه للاعلاميين اللي كانوا متواجدين، وقال ان غياب صلاح هيبقى اسبوع واحد بس بسبب الاصابه، بالتالي هو كده اعتقد هيلحق ماتش مانشستر يونايتد. وكمان قال ان كل اللاعبين في المنتخب موضوع الفرصة بالنسبة لهم يعني متاحة لكل اللاعبين، مفيش حد ضامن مكان ولا مركزه، المنافسة هتكون بين الجميع، وشدد على الالتزام والانضباط. ده من قبل الكابتن حسام البدري. تعليقك على تصريحات الكابتن محمد بركات؟ تصريحات موفقة جدا. موفقة وده طبيعي، جهاز فني جديد يا جماعة، أنا بفتح الفرصة للكل. احنا كنا شفنا في فترة كوبر كان يعاب عليه ان هو مركز على 17 18 لعيب وما فيش حد يخرج منهم. أجيري ما كانش مركز مع حد خالص. لا أجيري لا لا أجيري كان مشكلته ان هو كان بادئ بداية صح، ثم واضح ان هو استضافة كأس أمم أفريقيا في مصر غيرت حساباته، او بدأ بقى في تدخل في عمله، ده كان واضح بشكل كبير جدا. وضم عناصر ملهاش أي دور، مع احترامنا ليهم كلهم يعني، وكان في عناصر في الدوري افضل منهم، ما برضو دي كانت دي حقيقة. لكن كابتن حسام البدري ده طبيعي ان بدايه جديده يا جماعه، الفرصه كويسه. وللعلم كابتن محمد بركات الناس برضو في كشخصيه، لا هو شخصيه قويه جدا. قويه طبعا كابتن محمد بركات شخصيه قويه يعني، احنا تعاملنا معاه في النادي الاهلي وبعيدا عن اللي هو الظاهر ان هو بيحب يهزر وكمان، لكن هو شخصيه قويه جدا، شخصيه حاده جدا. كابتن حسام البدري مطلوب في الفتره دي الانضباط، سواء كان هو او قلنا كابتن حسام حسن، طبعا ايا كانت الاسماء كلنا هنبقى مساندين وداعمين بقوه، لكن كابتن حسام البدري موضوع الانضباط ده عنده ما بيعرفش في الهزار. صح صح. وده حاجه مهمه جدا، كانت الامور بدات تفرض بشكل كبير، واحنا شفنا كده سواء في كاس العالم سواء كاس افريقيا، مشاكل كتيره جدا بره الملعب بتاثر على اداء جوه الملعب. زاد ان هو فنيا كابتن حسام بدري من افضل المديرين، ان لم يكن افضل مدير فني في مصر، ده رايي رغم كل التحفظات اللي كمصري يعني، كمصري افضل مدير فني في مصر، ده رايي. عادي ممكن نختلف، ممكن فئه ثانيه تشوف كابتن ايهاب جلال، فئه ثانيه تشوف كابتن احمد حسام ميدو، ايا كان الاسماء او كابتن حسام حسن، بس انا رايي ده ان حسام البدري هو افضل مدير فني في مصر. الفتره اللي جايه عليه تحديات كتيره جدا، عليه لملمه الامور، عليه ان هو ازاي هيتعامل مع نجوم كبار زي محمد صلاح. محمد صلاح كان زي ما بقول يا امير، كان الماخذ على قصه ان هو راحته عشان خاطر الاصابه، لا هو محمد صلاح عنده اختبارات قويه، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي، في الدوري الانجليزي. فيا جماعه احنا مش محتاجين صلاح، صلاح مش اللي احنا محتاجين بالزبط. نجربه في مباراه وديه ضد بوتسوانا، كان هيبقى شكلها افضل شويه، كشكل افضل اكيد. بس يعني طيب ده شيء وجزء مهم جدا. ممكن المكاسب اللي يخرج منها او بيها كابتن حسام بدري من المعسكر ده تكون ايه من وجهه نظرك؟ ان هو يجرب عناصر جديده. يعني الفتره الاخيره كان المركز الظهير الايمن مثلا كان احمد فتحي، وبعد كده بقى احمد المحمدي، لا دلوقتي في رجب بكار، في محمد هاني. محمد هاني مش موجود في المنتخب. يعني هيبقى قدامي اكيد في الصوره يعني. في الصوره. لان هو برده من ضمن الناس اللي كان كابتن حسام بدري بيعتمد عليها. اكيد. فرجب بكار انضم المره دي، محمد هاني عنده فرصه في المعسكر اللي جاي. في وجوه كتيره في مركز راس الحربه اللي كابتن حسام بدري قال ان احنا بنعاني من مشكله واضحه فيه. في طبعا عناصر هي ضامنه مركزها يعني ضامنه تواجدها، زي مثلا محمود حسن، تريزيجيه، احمد حجازي، دي تقدر تقول دي الركائز اللي هو كابتن حسام هيبني عليها، وطبعا وعبد الله السعيد اللي هيبني عليها بقيه الهيكل اللي هيضخ دم هنا جديد. مثلا مركز راس الحربه شفنا عمر السعيد من ضمن الوجوه الجديده اللي منضمه للمنتخب. فاعتقد ان هي الركائز الاساسيه واضحه، ثلاث او اربع لعيبه بالكثير، والباقي هيكون محل تجربه. موضوع الشاره خلاص اتحسم النهارده بالاقدميه احمد فتحي. ده طبيعي. ده طبيعي. ده طبيعي. ايا كان، حتى لو محمد صلاح موجود في منتخب مصر، يبقى احمد فتحي اللاعب الاقدم منه. الاقدم منه هو اللي يبقى كابتن، هو يبقى كابتن المنتخب. ما نقدرش نغير، او بمعنى ما نقدرش نغير سيستم الا اذا بقى حصل بقى محادثات داخليه واتفاقات وكده، طرديه مثلا للاعيب اقدم، لان برضو في احمد حجازي اعتقد اقدم والنني اقدم. فبرضو من ضمن الحاجات، عشان دي يا امير لما تيجي تبتدي عهد جديد ما تبدأ يعني ما تبداش فيه مناوشات داخليه، لان برضو اللعيبه في الاخر هي نفس بشريه. اكيد اكيد. فطبيعي لازما الطبيعي ان اللاعب الاقدم هو اللي يبقى كابتن، ما ترضيش حد على حساب مصلحه المنتخب او على حساب ان هي اللحمه او التوحد او الوحده اللي بين عناصر الفريق. عايز اتكلم معاك في ملف مهم جدا، هو اعتزال محمد ايهاب بطل العالم في رفع الاثقال، والنهارده هو اعلن اعتزاله اللعبه بسبب امور كتيره جدا بتتعلق بايقاف النشاط بسبب المنشطات وبسبب العينات الايجابيه اللي جت بعد بطوله افريقيا الاخيره، خمس عينات وكلام من ده.
رايك ايه في الموضوع ده؟ لان في الحقيقه كان عندنا امال كبيره جدا على نجم كبير زي محمد ايهاب ان في طوكيو 2020 يجيب لنا ميداليه زي ما جابها لنا في الدوره الاولمبيه السابقه، كانت ميداليه برونزيه. بتشوف القصه دي ازاي؟ طبعا خساره كبيره يا امير. انت عندك طبعا الالعاب الفرديه دي المنجم، الالعاب الفرديه صح. دي هي اللي دايما تحطنا في المحفل العالمي في الاولمبياد، تلاقي رفع الاثقال، تايكوندو، سلاح الشيش، دي الالعاب اللي دايما بتعلي اسم مصر في الاولمبياد. فلما انت تخسر بطل اولمبي اوريدي، يعني كان واخد ميداليه ذهبيه صح برونزيه في الدوره الاخيره في ريو دي جانيرو، فده طبعا خساره كبيره جدا، محتاجه تدخل كبير. يعني ازاي تبقى عينه منشطات وخمس لعيبه ايجابيه في دوره العاب الافريقيه اللي في المغرب؟ فين دور الاتحاد؟ فين محاسبه اتحاد اللعبه؟ طب خلينا نقرب للصوره بشكل اكبر ونروح لمحمد ايهاب بطل مصر في رفع الاثقال. يا ابو حميد مساء الخير عليك. الفل، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. طبعا عايزين نتكلم في قصه الاعتزال واعلانك اليوم عن قرارك واسباب الحقيقيه وراء هذا القرار من وجهه نظرك. عايزين نوضح الامور بشكل اكبر للجمهور المصري بشكل عام. هو كان طبعا في مشكله قديمه من 2016 للاعيبه الناشئين. سبع لعيبه طلع عندهم عينه ايجابيه. بالتالي الاتحاد الدولي عمل يعني ظهر المشكله دي فتره قريبه، يعني من شهرين او من شهر قبل بطوله العالم بالظبط، ومنعنا من مشاركه بطوله العالم عشان عندكم مشاكل قديمه انتوا لسه ما حلتهاش. طبعا اللجنه الاولمبيه والوزاره والاتحاد قاموا بدورهم ان هم يجيبوا محامي عشان يطلع يعمل طعن على القرار بايقاف مصر والكلام ده. ظهرت مشكله جديده لسه امبارح، خمس عينات جم من الدوره في الالعاب الافريقيه. خمس عينات ايجابيه، طبعا احنا لعبنا 20 لاعب فخمسه جم. طبعا المشكله كبيره طبعا دلوقتي عشان فتره تاهيل اي ايقاف للعيبه بيبقى حساسيته كبيره والدوله تبقى معرضه طبعا للايقاف. غير المشكله القديمه، فطبعا فالبلد كده معرضه للايقاف بنسبه 2% توقف سنتين يعني. طب ليه ما انتظرتش يا محمد ان القرار يطلع؟ ممكن يبقى ما فيش قرار ايقاف، ولا خلاص المعطيات كلها بتؤكد ان هيكون في ايقاف يعني؟ لا، الاتحاد قدم استقالته واحنا في البيت و10 شهور على الاولمبياد يعني. يعني انت كاتحاد وانت كبلد خلاص انت اعلنت ان خلاص الاتحاد وقع والبلد وقعت، يعني ما هي مش تلعب. انا يعني انا في البيت وكلنا كل اللعبة في البيوت وخلاص. المشكله حصلت وان مفيش طوكيو وان المشكله مش محدش عارف مداها فين، وانت ده مش وقت مشاكل، مش وقت ان انت تطلع ترفع قواضي والكلام ده، انت في فتره المفروض بتركز فيها اكيد انك تطلع بطولات وتحقق ميداليات وتنجز. طيب هل التقصير جاي منين بالظبط يا محمد من وجهه نظرك؟ هل الاتحاد المصري لرفع الاثقال هو اللي مقصر، ولا اللاعبين اللي جه عليهم عينات ايجابيه يعني، ولا المدرب السابق مثلا؟ يعني الموضوع ده انا ما اقدرش ان انا اتدخل فيه اصلا. انا في الاول وفي الاخر لاعب، انا لاعب وظيفتي ان انا بلعب وبشيل حديد. وطلبت بروح اجيب ميداليات، هي دي مسؤوليتي ان انا احافظ على نفسي. لكن اللي انا اقول ده مقصر او ده مسيء او ده يعاقب او ده كده، مش محمد ده اللي يقول الكلام ده. طب يا محمد، هل عندنا عدم وعي عند اللاعبين المصريين؟ انت قريب اكيد من اللاعبين يعني بالتحديد، عدم وعي في قصه المنشطات وكلام من ده، ولا ايه الاسباب يعني؟ الاسباب كتيره، الاسباب لا ما تتعدش طبعا، بس هو يعني هو كمدرب او كاتحاد مش هيقعد مع اللاعب 24 ساعه في اليوم قاعد جنبه عشان يشوف هو بياكل ايه وبيشرب ايه وبياخد ايه. والعكس برضه، يعني انا كلاعب الاتحاد جايب جهاز طبي وجهاز فني وهو اللي بيدير المكملات، فبالتالي انا ببقى واثق فيه ثقه عمياء. فالخطا هنا ما لا, لا, لا يعني انا مش هقدر ان انا اتداركه، ولا اللعيبه برضو تقدر ان انت تكون معاها طول اليوم. طيب هل انت يعني كنت تستعد بكل قوه اكيد لاولمبياد طوكيو 2020، واحنا كمصريين كان عندنا امال كبيره جدا ان نبقى ضامنين ميداليه من خلالك في هذه البطوله، هل القرارات دي قتلت طموحك بشكل كامل وده اللي ادى لاعتزالك اللعبه يعني؟ انا من اول السنه انا بستعد لبطوله العالم. وجيت قبل بطوله العالم السفر بيوم اتحرمنا من المشاركه بسبب مشاكل قديمه. يعني طول السنه انا بستعد المحاكم.
يوم خلاص استبعدنا بسبب مشاكل قديمه. طب حل المشاكل القديمه فكانت مشاكل جديده. عشان الحوارات دي اصلا تتحل اللي هم الناس بتوع اللعبه اللي فاهمين في اللعبه هم قدموا استقالتهم ومشيوا. فبالتالي انا هستنى ليه؟ يعني الناس اللي معاهم الخطط الثلاث سنين اللي فاتوا دلوقتي هم مشيوا، انا هكمل يعني؟ قول لي انت سبب انا اكمل عشان انا في البيت دلوقتي اقول لهم انا بستعد للاولمبياد وانا في البيت؟ لا طبعا. والمشاكل الموجوده دي ما اتحلتش لسه؟ لا طبعا. فان انا اطلع دلوقتي بذوق من غير ما الوضع يجبرني على اي حاجه ثانيه، والرعاه الدعم بتاعهم يفهموا الوضع اللي انا فيه برضو، عشان ما اي راعي هيدفع فلوس عشان بستعد الدوره الاولمبيه، مش عشان انا اخدها وانام في البيت. اخيرا في رساله حابب تقولها للمسؤولين عن الرياضه في مصر يا محمد؟ يعني ما يعني لعبه زي رفع اثقال يعني من بدري كان المفروض يبقى ليها اهتمامها، من بدري كان المفروض يبقى ليها احتياطاتها. يبقى الجهه المنوطه اللي هي الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات تبقى قايمه بدورها باكمل وجه في كل مراحل التاهيل بتاعتنا، كل المعسكرات بتاعتنا، عشان نقدر ان احنا نوصل للبطولات الدوليه اصلا واحنا وانت مطمن كاتحاد ومطمن كوزاره ومطمن كلجنه اولمبيه. ولكن الخطا دلوقتي كله بيبعد عنه، يعني لما يحصل انجاز كله مشارك فيه، لما بيحصل خطا كله بيبعد عنه. المفروض نتجمع دلوقتي عشان نشوف حلول ونقدر ان احنا نواصل ونكمل. لكن اللي انا شايفه دلوقتي ان كله بعيد عن الموضوع الاساسي اللي هو التاهيل للاولمبياد، وكله دلوقتي عاوز يعاقب المسيء ويدور على المسيء مين اللي عمل المشكله ويعاقبه. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك دايما التوفيق في اي خطوه مقبله ان شاء الله هتاخدها. بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا بطل مصر في رفع الاثقال محمد ايهاب، واللي اعتزل النهارده بسبب المشاكل اللي موجوده. تعليق سريع قبل ما اختم على الجزئيه دي يا محمد. طبعا احنا سمعنا يعني كلام البطل محمد ايهاب، حرمان من بطوله عالم مش اولمبياد بس. طبعا وطبعا بطوله العالم زي كابتن محمد ايهاب بيقول هو دي المحك الرئيسي، المحك القوي، لكن البطولات العربيه والافريقيه مع احترامنا ليها بتكون هي مجرد زي البري سيزون او فتره اعداد، لكن المحك العالمي انك تتحرم من بطوله عالم ثم تتحرم ثم ايقاف عشان الاولمبياد، فواضح ان المشكله ليها جذور بقى لها سنين وما اتحلتش، ودي المشكله الاكبر كمان. بالظبط. وفين التدخل؟ هل التدخل انا قدمت استقالتي وخلاص؟ فين يعني طب فين التحقيق مع الناس دي؟ مين المسؤول؟ لازم يكون في رعايه للابطال الاولمبيين. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمود، نورتنا وشرفتنا ودايما ببقى سعيد انت بتواجد معانا. شكرا يا امير. شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده في فقره او الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق، واتكلمنا في العديد من الامور دي. كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.